صباح الخير جميعا، أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله معنا في اليوم الثاني من هذه المحاضرة اللي هي محاضرة مهارات الأداء الصوتي. وأحب أركز على كلمة محاضرة مو دورة، لأن للأسف يعني ما بيكون في مجال إن إحنا نطبق عمليا. إحنا اليوم بنركز مثل ما ركزنا أمس على أهم الأجزاء النظرية والمهارات الأساسية نظريا، بس بنحاول نوضحها قدر الإمكان، ولكن للأسف ما بيكون عندنا مساحة كافية للتطبيق العملي، فبنحاول نغطي على الأقل الأجزاء النظرية وأهم التمارين الأساسية اللي لها علاقة بتطوير الأداء الصوتي. بس في البداية حابة أسمع منكم قبل ما نبتدي ونواصل على الجزئية اللي وقفنا عندها أمس، حابة أبتدي معاكم أسمع منكم شنو أهم الأجزاء اللي ذكرناها أمس واللي شدتكم شخصياً، اللي تحسون أنه بشكل أو بآخر لامست تجربتكم الخاصة في الأداء الصوتي واستفدتوا منها، فحب أعرف منها يعني كأن نلخص اللي صار أمس، ومنها بعد أعرف التفاصيل اللي فادتكم فعلاً في جزئية أمس، إلى جانب أن اللي جرب التجربة أمس جرب أنه يسجل صوته بطبقات صوتية مختلفة، بعد حابة أسمع منكم. فبس اللي حاب أنه يتداخل معايا الحين بس ما عليكم أمر يرفع يده، مو في الكاميرا، في الشسمة، في أعتقد في خاصية أنهم يرفعون يدهم أو تحطون يد كذي مرفوعة أو شيء كذي. فبس إذا تحطون لي اللي حاب أنه يتكلم عشان نفتح لكم المايك. اوكي، في شيء raise hand مكتوب هنا في اللس، فاللي حاب انه هو يتداخل ويقدم لنا تجربته ويقول لنا عن اهم النقاط اللي شدته في جزئيه امس، بس يضغط على هذه الخيار علشان يبين عندي. ما في حد يبي يشارك؟ لحظة. اوكي، في يد كنا طلعت. لحظة. اوكي، في شخص بدون اسم ضغط على الحبة. اوكي، ما اريد المايك عندك مفتوح اخوي او اختي، ما اعرف من بالضبط الشخص. اوكي، الحين كنا نفتح المايك صح؟ السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا اختي. تسمعيني؟ عليكم السلام، كيفك؟ أهلا وسهلا، أتعرف باسمك؟ أبرار. أبرار، أبرار كنتي موجودة معنا أمس؟ هي نعم كنت موجودة. أوكي، شنو أهم النقاط اللي حسيتي إنها هي شدتك شخصيا أو لامست تجربتك الخاصة في موضوع الصوت؟ طبقات الصوت، وبالأخص عرفت أن الطبقة الوسطى هي أكثر طبقة مناسبة لصوتي، حيث أنها يعني طبقة مريحة وأقدر أتحرك فيها بسهولة. جميل، تمام. سويتي تجربة أبرار أمس؟ أيوة، جربت صوتي بأكثر من طبقة وعرفت يعني ولاحظت الفرق. أوكي، شنو حسيتي من بعد التجربة؟ يعني شنو كان تقييمك الخاص حق نفسك؟ أول شيء عرفت إن يعني في كل الطبقات أصلاً هذا صوتي وغير متصنع، عرفت إن الطبقة الوسطى هي يعني اللي أكثر طبقة تناسبني وأنا أتكلم، عن الطبقات الثانية اللي هي المرتفعة والمنخفضة. تمام. كم طبقة قدرتي يعني تتكلمين فيها بشكل مريح خلينا نقول؟ الطبقة الوسطى والطبقة المنخفضة. أوكي، العالية ما كانت مريحة بالنسبة لك؟
لا لا ما كانت مريحة، حسيت يعني إن الشخص اللي بيستمع لي بيكون يعني منزعج من الصوت. تمام، شكراً أبرار وسعيدة بهذه التجربة. إن شاء الله الجزئية العفو. الثانية اليوم اللي بنتكلم فيها إن شاء الله بعد تقدم لك إفادة أكبر إن شاء الله. شكراً. وأنا سعد مشكور. العفو. شكراً. إنزين، في أحد ثاني حاب إنه هو بعد يقول لنا عن أهم النقاط اللي أمس شدته شخصياً، بس يضغط لي على زر ريز هاند. خليفة أعتقد، لحظة، إيه خليفة السوداء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يعطيك العافية أستاذة مريم، ما قصرتي على هذه المحاضرة أو الدورة، بالأحرى أنت قلتي ما فيه تطبيق وايد، لكن التطبيق يعني من صوبنا، إحنا اللي سوينا التطبيق يعني في البيت. ممتاز، هذا المطلوب. الله يعطي الصحة والعافية. اكتشفت يعني أنا سابقا يعني كنت في بما يخص صوتي كنت أفكر وايد في هاي الموضوع، خصوصا أن أنا يعني حاب مجال الصوت في فترة من حياتي، وايد اهتميت حتى يعني اتجهت إلى الهندسة الصوتية ودي، بس أنا ما يعني تابعت في هذا المجال، ولكن الحمد لله يعني بالعكس يعني يعني من خلال التجارب وان انا قمت اشيك طبقات الصوت يعني خلالي عندي ثقه بنفسي اكثر وتقبل حق صوتي اكثر، من ناحيه ان انا اقدر يعني اطلع من كذا طبقه، يعني ما قسمت صوتي على طبقه عليا وطبقه منخفضة ووسطى، لا بالعكس أنا عندي اكتشفت أن أنا أقدر أسوي إلى تقريبا 7-8 طبقات جميل. لصوتي. ممتاز. وهذا الشيء يعني وايد أنت أمس حطيت النقاط على الحروف، بحيث أن إحنا حتى في شلون نوظف الصوت في المشاعر، بحيث في المواقف، بحيث المواقف الرسمية تكون لها أصوات مثلا منخفضة، المشاعر تكون لها أصوات مثلا في أشياء منخفضة في أشياء عالية، فهذه يعني هذه يعني باختصار الأشياء اللي أنا شدتني ناحية القوة، بس عشان نوضح حق أي شخص يعني قاعد يسمعنا. عفوا بصراحة من ناحية الطبقة، يعني إحنا لما نتكلم الحين في هذه الجزئية عن الانخفاض والارتفاع من ناحية الطبقة تحديدا. نعم من ناحية الطبقة، ما يعني أنت تقصدين اللي هو المنخفض والعالية؟ أي نعم. تبين نموذج يعني؟ لا بس قاعدين نوضح، لأن في ناس بعد يسمعونا في اللايف، وفي ناس بعد يمكن ما كانوا موجودين معانا أمس موجودين معانا اليوم، فعشان نوضح لهم بس الفرق إن الانخفاض والارتفاع اللي تكلم عنه الأخ خليفة الحين هو من ناحية طبقة الصوت وليس قوة الصوت، فبس هذه توضيح مهم كان. نعم الله يعطيه الصحة والعافية. أخوي يعني لما سويت التجربة أمس شنو كانت انطباعاتك عن نفسك؟ يعني هل قدرت تصيد الطبقة خلينا نقول الأساسية اللي تحس أنها هي متوسطة ومريحة بالنسبة لك، وحتى كانت مريحة بالنسبة حق إذنك كمستمع؟ بيني وبينك أنا ما كنت أسجل، يعني أنت الهومور كان تسجيل، ولكن أنا صكيت على روحي الباب وقعدت اشتغلت من الطبقة المنخفضة إلى الطبقة العالية. زين في 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 جملة. زين وأنا كنت أستمتع في أنا شلون قاعد أتكلم أو أنا كيف ألقي وليس كيف أستمع، مع أن أنتم كنتم مركزين على السمع أمس، فأنا كنت أركز على أدائي أنا. حلو، لكن مهم بعد في نفس الوقت تركز على نفسك كمستمع، يعني أنت كمستمع هل بتتقبل صوت خليفة بهذه الطبقة؟ يعني كأنك تفصل نفسك عن نفسك وتتعامل مع نفسك كأنها شخص آخر. نعم، هذه أنا عندي تقبل مثل ما ذكرت لك أستاذة مريم في البداية. ممتاز. أنا في البداية كنت ما كان عندي تقبل، ليه ما الحمد لله يعني شوي شوي طورت من نفسي لما أنا قدرت أتقبل صوتي في كل مستوياته.
حلو جميل، شكرا خليفة ما قصرت. يعطيك العافية، حياك الله سارة. هذه الفيدباك يعطيك العافية. في عندنا إيمان كاتبت لنا في الشات إن الصوت مو واضح. شباب إذا الصوت مو واضح كتبوا لي في الشات، خبرونا إذا واضح مو واضح علشان نضبط الموضوع. واضح تمام؟ أوكي ممتاز ممتاز جميل. مو واضح أوكي. أعتقد بما أن الأغلبية يمكن الحين من اللي كتبوا لي طبعاً الصوت عندهم واضح، يمكن اللي مو واضح عندهم مشكلة يعني تتعلق في أجهزتهم الخاصة أو الإنترنت يمكن عندهم مو بسريع مثل ما قالت فايزة. إنزين نسمع بعد مداخلة ثالثة قبل ما نبتدي، بس اللي حاب إنه يتداخل معنا يكلمنا عن النقاط اللي شدته أمس في جزئية أمس، ويتكلم بعد عن الهوم وورك كذا وشنو الانطباع الشخصي تجاه طبقات الصوتية. فاللي حاب إنه يتكلم معكم أمر. أوكي ما عندنا مشاركة يعني نواصل. ها شباب اللي على الشات ما تبون نشاركم معنا نسمع صوتكم؟ أوكي شو السالفة؟ صمت صمت كامل. أوكي معناته عيال إن شاء الله بنرجع مرة ثانية حق حديثنا أمس، بنواصل عند الجزئية اللي توقفنا عندها. إحنا أمس تكلمنا عن طبقة الصوت وهي أول المفاهيم الأساسية اللي لابد أن هي تكون واضحة فيما يتعلق بالصوت، وتكلمنا بعد عن قوة الصوت، فرقنا ما بين الطبقة والقوة، وهذه نقطة بالنسبة لي نقطة مفصلية جداً عشان الواحد يعرف شلون يشتغل على صوته وشلون يتحكم في صوته بشكل جيد. بعدين انتقلنا حق سرعة الصوت وتكلمنا عنها بشكل سريع، وآخر جزئية اللي هي الحين بنتكلم عنها التلوين أو التنغيم الصوتي. الصوت مثل ما رسمناه أمس هو عبارة عن موجة، طبعاً ما عليكم من الموجة التحتية، الموجة التحتية شوي فيها خرابير، الموجة هذه الفوقية هو يعني الصوت. لما نشوف شكله مثلاً في جهاز كمبيوتر معين أو شكله التخيلي أو التصويري هو عبارة عن موجة، فهذه الموجة لها قمة ولها قاع وقاعدة تتحرك، هذا هو الصوت. فأنا دائماً أحب أنظر للموضوع موضوع الصوت يعني مجازياً، إن بما أن الصوت هو موجة، موجة لها قمة ولها قاع تروح فوق وتنزل تحت وتتنوع وتتغير وتتبدل في أشكالها، يعني حتى الموجة الصوتية ما تأخذ دائماً شكل واحد، هي مثلاً أحياناً يكون ترددها عالي فتكون فيها موجات موجات شذي وراء بعض، أحياناً ترددها يكون منخفض فتكون الموجات شذي كبيرة ومتباعدة عن بعض. هذا التنوع الموجود بشكل طبيعي جداً في أي موجة صوتية هو اللي لازم يدلنا على أن الصوت كائن حي. يعني شنو الصوت كائن حي؟ الصوت كائن حي يعني ما يصير أنا إذا بغيت أدائي الصوتي يكون متفوق، حديثي الصوتي يكون جاذب بالنسبة للآخرين، أن أنا أعتمد تقنية الصوت الواحد والأداء الواحد والنغمة الواحدة والطبقة الواحدة والسرعة الواحدة وكل شيء يكون واحد وما في أي تنوع أو تغيير أو تبديل. التلوين الصوتي ببساطة شديدة هو التنويع في كل العناصر اللي تكلمنا عنها، التنويع في طبقة الصوت، التنويع في قوة الصوت، أحياناً يمكن أنا أهمس، أحياناً أعلي صوتي، التنويع في الطبقة، أحياناً ممكن أنا أنزل طبقتي، أحياناً ممكن أرفع طبقتي مثل ما أنا حين قاعد أسوي، التنويع في سرعة الصوت بحسب أهمية الكلام اللي أنا قاعد أقوله، بحسب تقديري الشخصي مثلاً أنا ودي اللي قاعد يسمعني الحين يركز على هذه العبارة، فأنا قاعدة
أبطأ في هذه العبارة وقاعد أشد على الكلمات فيها. ودي مثلاً الحين إن أنتوا تحسون بالحيوية معاي وتصحصحون وتحسون بالحماس، فأنا قاعد أسرع من وتيرة أدائي الصوتي وقاعد أسرع من عدد الكلمات اللي قاعد أقولها في الدقيقة أو في الفترة المعينة اللي أتكلم فيها. فهذه أيضاً عامل. العامل الثالث أو العامل الرابع إلى جانب تنويع في الطبقة، التنويع في القوة والتنويع في السرعة، النغمة. وهني إذا بنتكلم مثلاً عن الجزئية اللي ما لها علاقة بحديثنا اليومي، يعني بنتكلم عن جزئية الأداء، ما بقول الاحترافي وإنما الأداء من ورقة أو الأداء القرائي، قراءة نص معين وتحويله إلى صوت، سواء كان هذا الشيء كلمة في حفل معين، سواء كان معلق صوتي مثلاً يبي يحول نص معين إلى صوت، أياً كان هذا النص، مذيع مثلاً يقرأ نشرة أخبار، أي شخص حتى طالب في الإذاعة المدرسية قاعد يقرأ كلمة مثلاً معينة، أي شخص يحول نص مكتوب إلى صوتي لابد أن يعي هذه النقطة، أن لما أنا مثلاً عندي نص مكتوب فالكلام في هذه الحالة ما قاعد ينطلق من لا وعي، ما قاعد يطلع ارتجالي معي مثل ما أنا أتكلم الحين بدون ترتيب مسبق، كذي يطلع من وحي اللحظة. الكلام لما يطلع من وحي اللحظة غالباً في معظم الأحيان كل شيء يكون مضبوط، بمعنى أن أنا بنوع في طبقة صوتي، بنوع في قوة صوتي، بنوع في سرعة صوتي، حتى نغمة الكلام بتكون مختلفة من جملة لجملة، ما بستخدم نغمة واحدة كذي رتيبة مستمرة إلا في بعض الحالات. يمكن بعض الناس حتى في حديثهم العادي تعودوا أن هم يأخذون النغمة الواحدة، لكن معظم الناس خصوصاً لما يقولون شيء هم وايد حاسين فيه، لما يقولون شيء وايد يمسهم، لاحظوا هم شلون يتكلمون، لاحظوا أدائهم الصوتي في هذه الحالة، كل شيء سبحان الله تلقائياً ينضبط في محله. لكن لما أنا آي أحول نص مكتوب إلى نص مقروء، فالكلام هني قاعد يطلع من الوعي مو من اللاوعي، الكلام ما قاعد يطلع ارتجالي مني عفوي، لا، الكلام موجود قدامي وأنا قاعدة أحوله بصوتي إلى كلام مسموع. فالفخ اللي يقع فيه معظم الناس إن الحين أنا بفتعل الأداء في هذا الكلام المكتوب، فبرجع حق الشيء اللي أنا تعودت عليه مثلاً منذ النشأة، يعني مثلاً سلوك قراءتي في المدرسة شلون كان، سلوك قراءتي أول ما تدربت على القراءة والإلقاء شلون كان، وارجع حق ذي الأسلوب أو أبتدي أبتكر أساليب جديدة. المشكلة الأولى هي بالنسبة لي مشكلة حقيقية، لأن إحنا في مدارسنا نعاني، وأتمنى بعد تكتبون لي رأيكم في الشات، إحنا في مدارسنا نعاني من مشكلة النغمة الواحدة، مشكلة النغمة اللي أنا أسميها النغمة المدرسية، يعني مثلاً مديرتي الفاضلة، مدرستي العزيزة، أخواتي الطالبات، أسعد الله صباحكم بكل خير، نرحب بكم في هذا الحفل ونقول لكم، لاحظتوا النغمة؟ أولاً هي نغمة مو طبيعية، إحنا ما في أي شخص في العالم يتكلم بشكل طبيعي بهذه الطريقة. رقم اثنين، إن هذه النغمة في كل جملة من جمل الكلمة اللي تمتد لخمس دقايق يمكن هذه النغمة تكون موجودة. فأنا بالنسبة لي هني في هذه المنطقة وفي هذه المكان في هذه التجربة الأولى في موضوع الإلقاء يبتدي الخلل، لما أنا أكون متعودة إن لما بقرأ نص أقرأ بهذه الطريقة. هذه النغمة المدرسية أنا أتمنى، يعني إذا في أحد هني عندنا معانا مشارك من المعلمين، أتمنى أن هو يضع حد لهذه النغمة المدرسية. أتمنى أن إحنا كلنا نتكاتف حتى كأولياء أمور، أن إحنا يعني نمنع أبنائنا من يعني هذه النغمة اللي ممكن يعني فعلاً تشوه الأداء الصوتي، تشوهها جداً وتخلي يعني
فهمنا حتى أو مساحتنا الصوتية وفهمنا للنغمة النغمة الصوتية أو للتلوين الصوتي جدا محدود وجدا مغلق، بينما إحنا نرجع نقول في حياتنا اليومية لما نقول كلام أو سالفة أو حدث معين صار لنا أو مثلا رأي معين إحنا جدا مؤمنين فيه، لما نقول شيء إحنا جدا نشعر فيه من أعمق أعماق نفسنا، فكل شيء ينضبط في مكانه الصحيح غالبا، مو دائما، غالبا عند معظم الناس لما يقولون شيء هم وايد حاسين فيه كل شيء ينضبط في مكانه الصح. فليش لما بني مثلا نقرا كلمه حتى لو احنا مثلا حابين هاي الكلمه، او نقرا قصيده حتى لو احنا متذوقين لهذه القصيده، يبتدي الموضوع يفرط او يتجه الى ياخذ مسار اخر في التلوين الصوتي. وهذه هي النقطه الاولى، تفادي النغمه المكروره الواحده اللي يمكن أنا يعني تحليل الشخصي بدأت معنا منذ المدرسة، من هذه النغمة المدرسية اللي احنا تعودنا عليها في الإذاعة الصباحية وحتى في الصفوف. يعني حتى مثلاً أنا في تجربتي الشخصية لما كنا نقرأ نصوص معينة في حصة اللغة العربية على سبيل المثال، بعد كنا نقرأ بهذه الطريقة، وهذه كانت الطريقة المتعارف عليها. فأي أحد يطلع عن هذه الطريقة يحس أنه لا، أنا يمكن سويت شيء غلط، فخلاص تلقائيا الكل ينصبغ بهذه الصورة. في بعد نقطة ثانية إلى جانب يعني طبعا الشيء اللي احنا تعودنا عليه في التلوين الصوتي، خصوصا في موضوع قراءة نصوص ارتجال الحديث معين، يعني إذا بنتكلم عن أداء صوتي مقروء قراءة نصوص معينة. في شيء ثاني، أن أنا مثلا أوكي أنا ما بقرأ بنغمة مدرسية، لكن يعني خصوصا لما أكبر في السن يعني أشعر أن هذه نغمة لا نغمة مدرسية يعني للأطفال، فخلاص أنا يعني كبرت وأتجنب هذه النغمة، أقوم أقع في فخ ثاني أن الموضوع بالنسبة لي يبتدي يصير معقد أكثر، خصوصا لما أبتدي أفهم جزئية أن النص أنا لازم أقطعه تقطيعات صح، ولازم مثلاً أنوع في الطبقة وأنوع في السرعة وأوصله بطريقة طبيعية، فأبتدي يعني أبتكر نغمات. أحياناً ذي الابتكار يعني لما أنا أبتكر نغمات أحياناً يوقعني في فخ أن أنا أكون إنسان مصطنع، فهذا الشيء ما يخليني أقدر أوصل للقلب. يعني مثلا خلوني أعطيكم مثال في التلوين الصوتي، واحدة من الأخطاء الشائعة جدا أن الناس عبالهم أن الحين إحنا تجاوزنا مرحلة النغمة المدرسية، رحنا حق مرحلة أعلى، رحنا حق مرحلة أن أنا أشوف مثلا مذيعين وحاول أن أقلدهم. فأي مثلا من الأخطاء الشائعة أن أنا أمد في الكلام، نرحب بكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. لا، هذا الشيء غير صحيح، يعني هذا خطأ لاحظته جدا جدا في يعني تجارب مثلا الناس يو يقدمون مثلا نشرات إخبارية، ف شوفوا مثلاً ستايل معين من المذيعين يمكن يسوي هذا الشيء، أحياناً ما يكون بقصد، أحياناً مثلاً المذيع قاعد يرتجل فهو قاعد يمد عشان يعطي نفسه مساحة يرتب الكلام في مخه، يعني مو مسألة فن من الفنون الصوتية أنه أنا أمد في الكلام، بس يمكن بعض الناس لاحظت أنها هي تعتبر أن هذه المادة هي نوع من ألواع التلوين الصوتي الجميل، أو نوع من أنواع التلوين الصوتي المطلوب في الأداء الإعلامي الاحترافي، لكن هو شيء غلط، وهو يبين أنه مصطنع جداً، لأن إحنا غالباً في حياتنا اليومية إحنا ما نمد بهذه الطريقة في أداءنا الصوتي. مثلاً مثال آخر، إن الشخص مثلاً يكون متأثر بطريقة إلقاء الخطب في المساجد على سبيل المثال، فكل شيء وطريقة إلقاء الخطب في المساجد يعني يمكن تأخذ فعلاً هذه الصبغة، لكن هذه الصبغة ما تصلح لكل شيء. أنزين؟ يعني أنا بحاول أقلد يعني، بس إن شاء الله أقدر أقلد.
مثلا بوي بقدم يعني برنامج اخباري. السلام عليكم ورحمة الله، وبعد وكل هذه الأشياء تعمل على، يعني أنا ما عرفت أقلد صراحة، صراحة ما عرفت أقلد بالضبط، ولكن يعني أتمنى أن وصلت الفكرة، لأن في وايد ناس يعني تحسون أن أدائهم يشبه أداء خطبة الجمعة في قراءة نص معين أكثر من أداء طبيعي جداً. الأداء الطبيعي بعيداً عن هذه كلها ما يكون مثلاً لعلاقة بتقليد مثلاً مذيع نشرة أخبار أو مذيع يؤدي في برنامج معين أو خطيب جمعة أو مثلاً معلمة تلقي كلمة في الإذاعة المدرسية أو وإنما بشكل أساسي شنو لازم أسوي باختصار شديد عشان يعني إحنا كأننا نعطيكم خلاصة الموضوع. أنا فقط لازم أقرأ النص، أشعر فيه من داخلي، أتعمق في النص، وأحس يعني أعيش مع النص قبل ما أنا أديه، وكأن هذا النص بيطلع من قلبي، يعني أتقمص كل المشاعر الموجودة في النص وبعدين أؤدي هذا النص بطريقتي الخاصة وبس. يمكن الكلام يبين سهل، أكيد هو يحتاج إلى تدريب خصوصاً في موضوع تحويل النص المكتوب مثل ما قلنا إلى نص مسموع، لأن الكلام جاهز، الكلام ما قاعد يطلع من وحي اللحظة، فأنا قاعد أتفاعل معه بشكل طبيعي لأنه قاعد أتكلم بشكل طبيعي مثل ما أنا تعودت طول حياتي، ولكن بالتدريب يعني أعتقد أن كلكم بتفهمون النقطة اللي أنا أقولها. يعني مثلاً خلوني أقرأ لكم ناس على سبيل المثال. أوكي، بطلع لكم ناس على سبيل المثال. هذه الناس هو ناس لا علاقة بالعيد تحديداً في ظل أزمة كورونا اللي إحنا قاعدين نعيشها. فبقرأ لكم هذه النص بطريقتين وأنتوا قولوا لي شو الفرق بين الطريقتين. يهل علينا هلال العيد ونحن في منازلنا، تملأنا نعم الله عز وجل، ويسكننا الفرح باجتماع أفراد المنزل في صحة وعافية وأمان، فالحمد لله على نعمه الجزيلة الوافرة. أوكي، هذه رقم واحد. رقم اثنين، يهل علينا هلال العيد ونحن في منازلنا، تملأنا نعم الله عز وجل، ويسكننا الفرح باجتماع أفراد المنزل في صحة وعافية وأمان، فالحمد لله على نعمه الجزيلة الوافرة. أوكي، شنو حسيتوا؟ أوكي، الأولي ما في إحساس، صح؟ أعتقد يعني في أكثر من إجابة تتفق على هذه النقطة، إن الأول ما في إحساس، الثاني مليء بالأحاسيس. ليش؟ لأن الثاني أنا حاولت أدخل في الحالة الشعورية للشخص اللي الحين مقبل على مناسبة مثل العيد، وهي مناسبة عزيزة علينا جداً ولها خصوصية في حياتنا، وهو ما بيتجمع مع أهله، لكن في ظل هذه الأزمة الأولوية الآن بالنسبة له إنه هو يجلس في المنزل في صحة وعافية وأمان، ما يكون موجود في مستشفى، ما يكون يعاني من مشكلة مرضية معينة. فلما استشعرت هذه الحالة وحسيتها بقلبي، أسقطها على نفسي، لأني أنا مثلاً قاعد أعيش هذه التجربة مثل ما كل الناس قاعدين يعيشونها، وحاولت إن أنا أشوف كل كلمة في النص شنو الشعور مالها، وأوصل كل كلمة والشعور مالها بطريقة معينة، هني قدرت أن أنا أعطي أحاسيس معينة وأوصلها لكم كمستمعين. في المرة الأولى أنا كان عندي نص جدامي وقريته، ممكن طبقتي تكون زينة، ممكن سرعتي تكون زينة، لكن النص ما في أحاسيس،
ما في تنويع في الأداء، ما في تنويع في الطبقة، ما في تنويع في القوة، ما في تنويع في السرعة ولا أي شيء، وما في أحاسيس باختصار شديد. فهذه النقطة جدا مهمة، لابد أن إحنا لما بنأدي نص مقروء أن إحنا ننغمس في هذا النص بشكل كامل. أحيانا يمكن هذا النص مو أنا اللي كاتبته، يمكن شخص ثاني كاتبه، وأحيانا يمكن هذا النص أنا ما أشعر فيه، أنا ما مريت مثلا بالتجربة اللي يتكلم عنها هذا النص، أو مثلا ما أتفق أصلا مع الكلام الموجود في هذا النص. يعني شعوري الداخلي، وجهة نظري الداخلية أبعد ما يكون مثلا عن الكلام الموجود في هذا النص، لكن المشكلة تصير أن هل هذا يعني أن أنا أكون بعيدة بما أني أنا ما أشعر بالنص وما أحس بأي انتماء لهذا النص، أو مو أنا اللي كتبت هذا النص، هل معناته أن أنا بكون بعيدة عن الشعور بالكلام اللي يقول الناس؟ هذا الشيء خطأ. المعلق الصوتي أو المؤدي بشكل عام اللي بيقرأ كلمة في حفل معين، اللي بيقرأ كلمة مثلاً في اجتماع معين، في مناسبة أو في محفل معين، مو بالضرورة أنه يكون طبعاً إعلامي أو معلق صوتي أو خطيب مثلاً في المسجد أو معلم في المدرسة، أي شخص فينا ممكن يمر في هذه التجربة. فمن المهم أنه هو لما يقرأ هذه الكلمة، مهما كانت هذه الكلمة ما تنتمي له، يحاول يخلق رابط شعوري بينه وبينها، يحاول يعيشها، يقراها مرة ومرتين وثلاث وأربع لما تستقر الكلمة في شعوره الخاص. مثل ما قالت الأخت فاطنة، يستحضر الحالة العاطفية المناسبة حتى لو ما كان يعيشها. يعني أنا دائما أقول أن المعلق الصوتي تحديدا في قاسم مشترك بين شغله وشغل الممثل. يمكن هو ما يمثل بمعنى التمثيل، لكن الممثل لما يمثل ما يمثل، مو شرط يمثل دور يعكس شخصيته الحقيقية أو حتى جانب من شخصيته الحقيقية، لكن هو يحاول يستكشف الشخصية اللي قاعد يأديها، شنو هي سمات هذه الشخصية، شنو هي مشاعر هذه الشخصية، شنو هي حركات وردود أفعال هذه الشخصية، وحاول يتقمصها، يحاول يتوحد معها. المعلق الصوتي نفس الشيء، لكن مو بالضرورة أن يعني كل تفاصيل دور الممثل يقوم فيها المعلق الصوتي، يكفي للمعلق الصوتي أنه يوصل الحالة الشعورية للشخص اللي قاعد مثلا ينطق هذه النص بلسانه، يوصل الحالة الشعورية بأفضل ما يمكن، بحيث أن أي أحد يسمعني توصل له المشاعر، يصدق أن أنا مصدق هذه الناس، ويصدق أن أنا حاسة في هذه الناس حتى لو ما أنا كنت كاتبتها أو كنت أو كان يمثلني بشكل أو بآخر. تمام؟ هذه طبعاً جزئية التلوين الصوتي وجزئية الانغماس في مشاعر الناس، هي جزئية وايد مهمة لازم نستحضرها. لازم نتذكر أن الصوت هو عبارة عن موجة، وأن الأداء الواحد والرتم الواحد والنغمة الواحدة هي عبارة عن موت وليست صوت، هي خط مستقيم كذي، هذه مو بصوت. يعني لاحظوا مثلاً حتى جهاز قياس دقات القلب دائماً يكون عشان الإنسان يكون حي لازم المؤشر يكون كذي، إذا كان المؤشر كذي فالإنسان ميت، إذا كان مؤشر صوتنا كذي فالصوت ميت. لازم الصوت يتحرك، لازم أداءنا الصوتي حتى في حياتنا اليومية يكون رايح فوق ونازل تحت بدون تكلف، هذه نقطة مهمة، بدون مبالغة، بدون اصطناع مثلاً يعني نغمة صوتية ما تناسب أدائي أو ما تناسبني. لا، أنا بشخصيتي بمساحة صوتي أكون وفق هذه المساحة، من عقب ما أكتشفها مثل ما تعلمنا أمس، أكون وفق هذه المساحة وأتحرك فيها بما يناسب شخصيتي وبما يناسب مساحتي وبما يناسب طبيعتي ومشاعري الخاصة، أتحرك فيها فوق وتحت، أسرع وأبطأ، أروح بالطبقة فوق وأنزل بالطبقة تحت، أشدد على بعض الكلمات وأرخي على بعض الكلمات، أحاول بقدر الإمكان أن أنا ببساطة شديدة علشان أقدر أعرف
شلون ممكن أسوي هاي الشيء؟ إن أستشعر الحالة، وببساطة لما أستشعر الحالة كل شيء بينحط في مكانه الصحيح ببساطة شديدة، بدون ما أنا أنشغل بتحليل الناس. الحين هني عند هاي الكلمة بضغط، عند هذه الكلمة بسرع، عند هذه الكلمة ببطأ. مو محتاجة أسوي كذي، مو محتاجة مثلا إذا بقول سالفة أحللها القسم الأول من السالفة لازم أستخدم هذه النبرة، والقسم الثاني من السالفة لازم أستخدم هذه النبرة. لا، هذه أشياء تستقر في اللاوعي عندنا، وهي أشياء موجودنا إحنا عندنا هذه الأشياء بشكل طبيعي. فالمطلوب بس أن إحنا نفعلها أكثر وأن إحنا نستغلها أكثر. قبل ما ننتقل حق النقطة اللي بعدها، هل عندكم أي سؤال؟ تمام؟ نواصل؟ أوكي، إنزين. الحين بنتكلم عن لحظة بطوف هذه المكان أو هذه الشيء. أوكي، خلونا نوقف الحين عند هذه النقطة، مراعاة قواعد النحو. إحنا في بداية المحاضرة تكلمنا عن نقطة وايد مهمة اللي هي ارتباط الصوت باللغة. يعني لما أبي أعيد اكتشاف صوتي وأبي أحسن من أداء الصوتي بشكل عام، لابد أن بالتوازي مع اكتشاف صوتي لازم أعيد اكتشاف علاقتي باللغة، وتحديداً اللغة اللي قاعدة أستخدمها بشكل متكرر في حياتي اليومية، وقاعدة أمارس فيها عملي الاحترافي مثل التعليق الصوتي على سبيل المثال أو التقديم الإعلامي. سامحة. فلابد أن أنا أعيد اكتشاف علاقتي باللغة هذه أياً كانت، كانت اللغة العربية، كانت اللغة الإنجليزية أو أي لغة كانت، وأبتدي أغوص في تفاصيلها. فإحنا بما أن اليوم كلنا تقريباً نتحدث اللغة العربية ونستخدم اللغة العربية، وحتى لما نبي نطمح ونطور نفسنا احترافياً نبي هذه التطور يكون بالدرجة الأولى باللغة العربية، أتكلم عن اليوم المشاركين تحديداً في هذه المحاضرة، فمن المهم أن أنا أتعمق في اللغة العربية. التعمق في اللغة العربية هو مو خيار للأسف، هو ضرورة للمعلق الصوتي، للمؤدي الصوتي، للمقدم الإعلامي، لأي شخص في هذه المجال، للمعلم، للخطيب، للمتحدث في محافل عامة، لابد أنه هو يتعمق في اللغة العربية حتى ولو كان يستخدم اللهجة البيضاء اللي هي مخلوطة بين فصحى وعامة، أو اللهجة العامية بالدرجة الأساسية. ليش؟ لأن كل ما تعمق في اللغة العربية وتحديداً قواعدها وتحديداً اللغة الفصحى، مخزون اللغوي بيزيد، قدرته حتى على نطق الحروف بشكل سليم بتزيد، فبالتالي أداءه حتى بالعامي بيكون جداً أفضل من أداء أي شخص ثاني. في نقطتين في اللغة العربية وايد مهمين لازم نركز عليهم، أولها مخارج الحروف. ومخارج الحروف هذا شيء مهم جداً. ليش؟ لأن الأتيان بالحروف من مخارجها هو اللي يعطي النغمة الجميلة والجرس الجميل، أو الجرس بالأصح الجميل، لصوت أي شخص. لاحظوا لما تحسون أن في أشخاص معينين مثلاً يشدونكم وهم يتكلمون، لاحظوا مخارج حروفهم. عادة تكون مخارج حروف هذه الأشخاص جداً سليمة، يعني كل حرف يعطون حقه وزيادة. السين سين، والصاد صاد، والضاء ضاء، والضاد ضاد، والعين عين، والحاء حاء، يبون الحرف بشكل دقيق جدا. وتحديدا احنا في اللغة العربية الفرق ما بين حرف وحرف هو فرق بسيط جدا، فلازم نكون جدا دقيقين في الاتيان بهذه الحرف على وجه التحديد عشان ما يختلط مع حرف ثاني، وعلشان حتى يعني الكلمة اللي ننطقها في حياتنا اليومية أو في الأداء الصوتي تكون واضحة، ما يتلخبطون الناس بينها وبين كلمة ثانية
أوكي، هذه نقطة. والنقطة الثانية أن نغمة صوتي في إذن المستمع تكون جميلة، يعني أنا أحب أسمع هذه الشخص لأن حروفه واضحة، والحروف هي حقيقة الإيقاع للغة لأي لغة في العالم. يعني في النهاية اللغة لما أنا أحب وقع هذه اللغة على إذني، فاللغة مؤلفة من شنو؟ من حروف معينة تجتمع تكون كلمات، والكلمات تجتمع تكون جمل، فاللغة الأولى هو الحرف، فلازم أعتني بالحرف. إذا ما اعتنيت بالحرف في اللغة المنطوقة أكيد بيكون في أداء الصوتي شيء ناقص. فإذا المخارج جدا مهمة، وأنا أحب ألفت الانتباه خصوصا إحنا البحرينيين في فئة كبيرة منا تخلط ما بين القاف والغين، إنزين تبدل ما بين القاف والغين، ويعني هذا الشيء لما حتى ينتقل الشخص من العامية إلى الفصحى يعني يتم هذا الموضوع التبديل ما بين القاف والغين، ويسبب مشكلة كبيرة لأن الموضوع ما يبقى فقط متعلق بجمالية اللغة، لكن يأثر حتى على معنى الكلمة. يعني إذا أنا بقول كلمة قريب، قريب إذا أنا بنطق القاف غين بقولها غريب، أنت غريب يعني شنو؟ يعني أنا عطيت المعنى العكسي تماماً حق كلمة قريب. فلاحظوا هذه النقطة، هذه النقطة يعني جداً مهمة. الأخ خليفة يقول نقطة أو إضافة أن هذه إحدى لهجات العرب الصحيحة، وهو قلب القاف إلى غين وبالعكس. أنا للأمانة ما أعرف هذه المعلومة أخوي خليفة، معلومة جديدة بالنسبة لي، ولكن وإن كانت إحنا عادي بنستخدمها في لهجتنا المحلية، ليش؟ لأن إحنا فاهمين على بعض، بس أعتقد أن الأخوة مثلاً العرب من جنسيات أخرى ما بيعرفون أن إحنا مثلاً الغين هذه قصدنا فيها قاف، والقاف هذه قصدنا فيها غين. فإذا أنا بقول له أنت غريب بيعتبرها أن يعني ليش تقول لي أنه أنا غريب يعني، فبتعطي العكس تماماً أو المعنى العكسي تماماً. فهذه النقطة نقطة في غاية الأهمية. الأخ عبد الرحمن بعلي بعد أضاف إضافة جداً مهمة، يعني لاحظوا شلون الحرف واحد نقوله بطريقة غير صحيحة شلون ممكن يقلب المعنى يعني بشكل شنيع حقيقة، وتحديداً مثلاً في القرآن الكريم. إحنا في القرآن تحديداً هناك تشديد على الحرص على مخارج الحروف، ليش؟ لأن بتبدل المخرج يتبدل المعنى. يعني مثلاً كنا عبد الرحمن كاتب في القرآن، واحد كان يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر كان يقول ليلة الغدر، فلاحظوا الفرق الشاسع والخطأ الفادح اللي ممكن يسببه هذه القلب في مخارج الحروف. فهذه نقطة في غاية الأهمية، وهي نقطة مخارج الحروف. النقطة الثانية قواعد النحو. قواعد النحو لا تقل أهمية عن مخارج الحروف ببساطة شديدة، لأن قواعد النحو هي بعد تبدل المعاني. يمكن إحنا عندنا أو وايد فينا عنده مشكلة مع النحو، ليش؟ لأن يعني يمكن تدرس بشكل جامد حقيقة في مدارسنا، أو لأسباب أخرى، أو لأنه كان صعب بالنسبة حق البعض، أو لأنه كان معقد بالنسبة حق البعض الآخر، أو لأنه تعقيد ما للزوم في وجهة نظر البعض. أياً كان السبب، بس يمكن البعض فينا يواجه مشكلة مع قواعد النحو، لكن في الحقيقة قواعد النحو مرتبطة بالمنطق ارتباط كامل، وهي أحد أجمل المميزات للغة العربية. يعني لما أنا أشوف مثلاً جملة مثلاً على سبيل المثال، خلينا نقول لكم جملة أكل محمد التفاحة. لما أنا أقول أكل محمد التفاحة، أوكي، أنا ما يحتاج مثلاً بالمنطق أعرف أن محمد هو اللي يأكل التفاحة، ليش؟ لأن دام محمد هو مرفوع فهو الفاعل، دام التفاحة هي منصوبة فهي المفعول به. فمثلا في امثله ثانيه يمكن تكون يعني غامضه اكثر، يعني مثلا قتل محمد صديقه، اوكي، قتل محمد صديقه،
للوهلة الأولى ببين أن من القاتل محمد ومن المقتول صديقة، صح؟ لكن لو قلناها قتل محمد صديقه بتعطي معنى آخر مختلف تماماً عن قتل محمداً صديقه. فلاحظوا أهمية قواعد النحو. قتل محمد صديقه يعني محمد القاتل والصديق هو المقتول، بينما قتل محمد صديقه يعني محمد هو المقتول والصديق هو القاتل. فتخيلوا أن احنا ما عندنا قواعد نحو في هذه الحالة، شلون نعرف القاتل والمقتول؟ مو دائما يكون المتقدم هو الفاعل والمتأخر هو المفعول به، مو دائما. حتى في حديثنا اليومي يعني لاحظوا، حتى احنا في لهجتنا العادية مو دائما نرتب الكلمات بترتيب منطقي، الفاعل وبعدين المفعول به لا، والفعل في البداية لا. احيانا نقول مثلا فلان سوى كذي، يعني نقول الاسم وبعدين نقول الفاعل وبعدين نقول الفعل. فحتى في حياتنا اليومية وفي لهجتنا العادية بعد احنا نخربط في او نبدل في مواقع الكلمات. فهني هو دور قواعد النحو. قواعد النحو هي اللي تقول لنا ان منطقيا هذه الجملة من شنو معناتها، من اللي فعل او قام بالفعل فيها، ومن هو المفعول به فيها. فهني تكمن أهمية قواعد النحو. عشان كذي الجملة أو الآية عفوا المشهورة جدا اللي تستخدم دائما حقيقة في توضيح هذه المعنى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا قرأت هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإحنا وقعنا في خطأ فادح جدا، فادح جدا 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 في المعنى حقيقة. فعلشان كذي قواعد النحو مهمة جدا، ومو بالضرورة أن الإنسان يكون ملم بشكل كامل بكل القواعد، على الأقل القواعد الأساسية. القواعد مثل الجملة الإسمية، المبتدأ والخبر، الجملة الفعلية، الفعل والفاعل والمفعول به، حروف الجر، أسماء كان وأخواتها، إنه وأخواتها. هذه على الأقل، على الأقل مثلاً العدد، العدد، قاعدة العدد، التمييز، البدل. ليش أنا أقول لكم هذه القواعد بالذات؟ تحديداً هذه القواعد في النصوص اللي تكون إعلامية، يعني مثلاً كمعلق صوتي أنا أتعامل معها، أو كمقدم نشرات، أو مثلاً كمذيع. هذه القواعد تتكرر بشكل كبير جداً. قواعد الجملة الإسمية، المبتدأ والخبر، قواعد الجملة الفعلية، قاعدة العدد، التمييز، البدل، الجار والمجرور، هذه تتكرر بشكل كبير جدا جدا. فهذه ركز عليها، وفي بعد قواعد غيرها، لكن يعني ركز على القواعد الأساسية أهم شيء. تمام؟ زين، ننتقل حق نقطة ثانية، الاختيار الصحيح لمواضع الوقف. احنا بشكل طبيعي في كلامنا العادي وفي قراءتنا لابد ان احنا نقف، والوقف له عدة اهداف. من أهداف الوقف أكيد أن أنا أتنفس، لأني يعني معتمد على الهواء، وصوتي وجهدي معتمدين على الهواء. الصوت أساساً الناقل الأساسي ماله هو الهواء. الصوت ما يطلع بدون هواء، الصوت مو من الموجات اللي تنتقل بدون وسيط، خلينا نقول. فلازم يكون في هواء عشان ينتقل الصوت. فالتنفس هو شيء أساسي، لازم أنا أوقف بين جملة والثانية عشان أتنفس. النقطة الثانية أن الوقف يساهم في إيصال معاني بعد للمتلقي، وهذه نقطة وايد مهمة. الوقف يساهم في إيصال المعنى، يعني أنا لازم أقف مثلاً في مكان معين عشان أوصل المعنى. تخيلوا أن أنا مثلاً أقرأ عليكم النص اللي قريته قبل شوي بهذه الطريقة: يهل علينا هلال العيد ونحن في منازلنا، تملأنا نعم الله عز وجل، ويسكننا الفرح باجتماع أفراد المنزل في صحة وعافية وأمان، فالحمد لله على نعمه الجزيلة الوافرة. لاحظوا أن أنا راح نفسي، هذه أولا، ولاحظوا أن يعني أنا شك أن المعاني وصلت حقيقة. ليش؟ لأن الكلام كله ملصق في بعض، ما في وقف. فهذه نقطة وايد مهمة. بعد في موضوع الأداء الصوتي،
الاعتناء بمواضع الوقف. احنا في النهايه بنقف ان ما وقفنا باختيارنا بنقف مجبورين، لان خلص النفس. فبنقف غالبا اذا احنا ما وقفنا باختيارنا وبارادتنا في المكان الصحيح، ما قطعنا مثل ما قالت فاتنة في المكان الصحيح، بنقف مجبرين لما يخلص الأكسجين عندنا، بنقف مجبرين في المكان الخطأ، مثل ما أنا وقفت هني في المكان الخطأ. إلى أعضاء الفريق الطبي والأمني الذين يبتعدون عن أهلهم وأحبابهم في هذا العيد ويضيفون هذا العمل إلى قائمة تضحياتهم كل عام، وأنتم فخر لهذا الوطن. لاحظتوا؟ لاحظتوا شنو صار؟ كل عام وسويت شذي وأنتم فخر لهذا الوطن. كان المكان اللي أنا وقفت فيه هني مكان جدا خطأ أنه أنا وقف فيه، فلازم نختار الأماكن الصحيحة للوقف علشان أنظم النفس، لأن النفس مهم في الأداء. ولما يكون النفس تعبان هذا الشيء يبين عليه، يبين عليه أنه أنا كل شوي قاعد أخذ نفس، الحروف ما قاعدة تطلع بشكل واضح، الأداء ما يكون انسيابي بالشكل المناسب. والنقطة الثانية علشان حتى أقدر أوصل النص بالمشاعر اللي فيه، بالمعاني اللي فيه، بشكل مناسب للمتلقي. أوكي تمام. أنزين، عندنا نوعين من الوقف المنطوق، خلي نقول. أوكي، الوقف المعلق هو أول نوع، الوقف المعلق. الوقف المعلق يقابله في اللغة المكتوبة الفاصلة عادة يعني، والوقف التام. والوقف التام عادة يقابله في اللغة المكتوبة النقطة. وأنا قلت لكم عادة وليس دائما، لأنه مو دائما، ولأن أصلا علامات الترقيم هي شيء يحط الواحد بحسب يعني تفضيلات الشخصية. في ناس وايد يستخدمون علامات ترقيم، وفي ناس يعني يكتبون جمل طويلة بدون ما يستخدمون علامات ترقيم. لكن غالباً أو في وايد أحيان الوقف المعلق تقابل الفاصلة، والوقف التام تقابل النقطة. الوقف المعلق هو الوقف اللي نغمة صوتي فيه تكون مرتفعة، يعني أنا أوقف على كلمة وأعلقها علشان اللي قاعد يسمعني يحس ويدرك أنه في تكملة حق الكلام، أن فكرتي ما اكتملت للحين، للحين في لها تكملة. فمثلاً خلوني أرد أقرأ لكم النص. يهل علينا هلال العيد، لاحظت وقفتي في العيد، العيد. أوكي، كل أي أحد بيسمعني، كل الناس تقريباً اللي بيسمعوني إذا وقفت عند العيد بهذه الطريقة بيقولون أن أكيد في تكملة. أوكي، ما حد بيقول أن مريم خلاص قالت جملة وخلصت أو اكتملت الفكرة، أكيد في تكملة. فهذه هو الوقف المعلق. الوقف المعلق أن أنا الكلمة اللي بوقف عندها وأنا قاعدة أقراها أعلقها على فوق، نفس ما أنا أسوي في حياتي الطبيعية. يعني في الحياة الطبيعية لما إحنا نسولف، لحظة، لما إحنا نسولف، لاحظوا شلون رفعتها، نسولف لازم في تكملة. لما إحنا نسولف ونوقف وقف معلق لازم في تكملة. فلاحظوا إن في حياتنا الطبيعية بعد نستخدم هذه النوع من الوقف. الوقف التام هو أنا خلصت فكرتي، خلصت سواء الفكرة الجزئية أو الفكرة الكلية وقفت عندها. فيعني مثلا يهل علينا هلال العيد ونحن في منازلنا، تملأنا نعم الله عز وجل ويسكننا الفرح باجتماع أفراد المنزل في صحة وعافية وأمان. نقطة. هني أنا كملت فكرتي فوقفت وقف تام، بمعنى أن لما وقفت عند أمان نغمة صوتي نزلت على تحت، فالكل فهم أن أنا خلاص كملت فكرتي الكلية في صحة وعافية وأمان. فإذا وقفت هني ما واصلت، ما حد بيستغرب، ما حد بيحس أن مريم كان عندها تكمل المفروض تقولها بس ما قالتها.
الأغلب بيحس إنه لو مريم فعلاً انتهت أو وصلت إلى ختام فكرتها الجزئية أو فكرتها الكلية اللي تحاول توصلها لنا. فهذه الوقف مهم جداً، هذه النغمة مهمة جداً. ليش؟ لأنه وايد فينا يقعون في فخ إنه يستخدمون الوقف التام مكان الوقف المعلق. يعني هذه من أكثر الأخطاء الشائعة اللي شفتها. فمثلاً في ناس يسوون شلي، يهل علينا هلال العيد ونحن في منازلنا، تملأنا نعم الله عز وجل ويسكننا الفرح باجتماع أفراد المنزل. لاحظتوا المشكلة هني؟ لاحظتوا المشكلة هني في هذه الأداء اللي أديتها الحين؟ ياسمينة قالت فعلاً، ياسمينة قالت نقطة أن أنت على كل جملة توقفين وقفتم، وملاك قالت نقطة أن كأنك بتسكتين وما في تكملة للجملة، وهي جملة واحدة من ثلاث كلمات وبعدين أختمها بوقفتم، فأعطي إيحاء للناس أن أنا بسكت وما في تكملة للجملة، وبعدين أرد أواصل أقول ثلاث كلمات بعدين أوقف وأعطي للناس إيحاء أنه أنا باسكت وما بكمل، وبعدين أرد أكمل، وهكذا وهكذا وهكذا. فلاحظوا هذه الخطأ الكبير اللي خلينا نبين مصطنعين. إحنا ليش نبين مصطنعين؟ نبين مصطنعين لأن الوقفات غلط، لأن التلوين صاير غلط، النغمة صايرة مصطنعة، الوقفات صايرة مصطنعة وغير طبيعية، مو نفس وقفاتنا اللي نستخدمها في سوالفنا في حياتنا اليومية. ما حطينا الوقف المعلق في مكانه والوقف التام في مكانه، فعلشان كذي نبين مصطنعين، زائد ان هذه الطريقة تقتل التلوين والإحساس في النص. لاحظت انا شلون كان إحساسي وانا استخدم هذه النوع من الوقف؟ يهل علينا هلال العيد ونحن في منازلنا، تملأنا نعم الله عز وجل ويسكننا الفرح باجتماع أفراد المنزل. لاحظت شلون هذه الوقفات قاعدة تقتل الناس، تقتل الشعور اللي في الناس. فيعني كأن أكثر من خطأ صار أو أكثر من عاقبة صارت بسبب خطأ واحد أنا سويته، إن أنا استخدمت الوقف التام مكان الوقف المعلق. فالاختيار الصحيح لموضع الوقف وكذلك التفرقة ما بين الوقف المعلق والوقف التام، هذه نقطة في غاية الأهمية ولازم ننتبه لها. زين، النقطة اللي بعدها ومن بعدها بناخذ بريك لمدة 10 دقائق وبنوقف. الاختيار الصحيح لمواقع الضغط. شنو هي مواقع الضغط؟ مواقع الضغط يعني إن في كلمات معينة في أي نص أنا بقرأ أو في أي سالفة أنا بقولها في الحياة، في كلمات معينة هي نسميها كمصطلح بالكلمات المفتاحية، هي الكلمات اللي تختزن أكبر قدر من المعنى اللي أنا أبي أوصله، هي الكلمات اللي أنا ما أقدر أحذفها، لأن إذا حذفتها النص بيختل، المعنى بيختل، المعنى بيضيع أصلاً. فهذه هي الكلمات المفتاحية، ما في قاعدة معينة للكلمات المفتاحية، هي تعتمد على تقديري الخاص. يعني أنا أقرأ النص وأنا أقدر شنو هي الكلمة المفتاحية. مثلاً يهل علينا هلال العيد ونحن في منازلنا، البعض بيقول أن الكلمة المفتاحية هلال العيد، أوكي، أو هلال. البعض يقول ونحن، أن احنا قاعدين نتكلم عن أنفسنا. البعض مثلا ممكن يقول أن الكلمة المفتاحية هي منازلنا، منازلنا، لأن احنا نبي نركز على فكرة الجلوس في المنزل، الالتزام بالجلوس في المنزل تفادياً للإصابة بالعدوى. فعشان نركز على هذه الفكرة لازم نضغط أو نختار منازلنا ككلمة مفتاحية، فهي في النهاية تخضع للتقدير الشخصي. لكن في المجمل لابد أن أي قارئ نص تكون عنده كلمات مفتاحية في النص اللي بيقرأ، لابد أن أي شخص بيتكلم تكون عنده كلمات مفتاحية
في الكلام اللي قاعد يقوله لحظة مفتاحية أنا شلون شديت عليها. ليش؟ لأن مفتاحية هي الكلمة المفتاحية في الكلام اللي أنا قاعد أقوله، فعشان كذي شديت عليها. فباختصار شديد، مواقع الضغط هي الكلمات اللي أضغط عليها بصوتي لأنها هي الكلمة المفتاحية اللي تحمل المعنى الأساسي اللي أنا كمرسل للرسالة أحب أوصله للمستقبل. أنا بحدد المعنى، بختار بناء على أساس الكلمة وبضغط عليها. فهذه هي الفكرة من الكلمات المفتوحية. فالاختيار أيضاً لمواقع الضغط هو شيء يعني خطر جداً، حقيقة خطر جداً. لاحظوا أني أنا شديت على خطر جداً، لأن أحياناً يعني، وهذه من خبايا مهنة الإعلام، من كثر ما مهنة الإعلام دقيقة وفيها رسائل غير مباشرة بشكل كبير، ساعات بعض المحطات ممكن أنا استشف سياستها التحريرية من نوعية الكلمات اللي يضغط عليها المذيع وهو قاعد يقرأ نشرة الأخبار. يعني بشكل عام نشرة الأخبار مثلاً أو الخبر يبين لي عادي محايد مثلاً، إنزين، لكن المذيع لأنه قاعد يضغط على كلمات معينة، فأنا أقدر أستشف أن هذه القناة شنو الأجندة مالتها، أو شنو التوجه العام مالها، أو شنو سياستها التحريرية، هي تدعم أي طرف من أطراف النزاع بالضبط. يعني مثلا إذا أنا تكلمت عن على سبيل المثال مشكلة ما بين أمريكا والصين، خلي نقول الحين صراع، في صراع اقتصادي ما بين أمريكا والصين، أوكي، وصار أن مثلا الصين مثلاً اخترقت بعض أجهزة الحاسوب لكبرى الشركات الأمريكية. إذا أنا ضد الصين بركز على هذه الخبر وبضغط على قامة الصين باختراق بعض أجهزة الشركات الأمريكية، لكن إذا أنا مع الصين ما بركز على ولا جملة أو ولا كلمة من هذه الكلمات. بالمقابل إذا كان في تكملة لهذه الخبر، في شيء أمريكا سوته ضد الصين، يعني على سبيل المثال منعت أمريكا الصينيين من دخول أمريكا، أوكي، فإذا أنا ضد أمريكا ومع الصين الاختراق بطوفة كذي كذي، ما بركز على شيء فيه، ما بضغط على شيء فيه، لكن بالنسبة لأمريكا بركز، منع، ولكن منعت أمريكا المواطنين الصينيين من دخول أراضيها، فبصير أركز على الكلمات اللي تخدم مثلاً الأجندة اللي في يعني تتبعها القناة اللي أنا أشتغل فيها، وهذه يعني فيما يتعلق بالإعلام. لكن أنا مثلاً كمعلق صوتي، كشخص يعني يؤدي رسالة صوتية معينة ما لها علاقة بسياسة تحريرية لجهة ما، ممكن بتقدير الخاص أنا أقدر كشخص شنو الجانب المهم، شنو الرسالة الأساسية من هذه الناس أو من هذه المحاضرة أو من هذه الورشة أو من هذه الدورة، وبناء عليه أختار الكلمات المفتاحية اللي أضغط عليها بشكل دقيق وبشكل مهم جدا ومباشر جدا، علشان حتى في اللاوعي، حتى لو المستمع يمكن ما أدرك هذا الضغط بالوعي، ولكن في اللاوعي الكلمة اللي أنا أضغط عليها تبقى في ذهن المستقبل أكثر من الكلمة اللي أمر عليها مرور سريع. فكأن أنا أضمن أن هذه الكلمة تنحفر في لاوعي الشخص بشكل أو بآخر من خلال مواقع الضغط. تمام؟ أوكي. الفاصلة قاتلة، وهذا الشيء يتعلق بمواقع أو مواضع الوقف. الفاصلة أو الوقفة ممكن تكون قاتلة، يعني مثلاً على سبيل المثال شوفوا الجملة الأولى، الجملة الأولى ما فيها علامات ترقيم، ممكن أنا أقراها بطريقتين: القائد المشغول دائما فاشل. إذا قريتها بهذه الطريقة بتكون مختلفة عن القائد المشغول دائما فاشل. لاحظت الفرق بالمعنى؟ يعني ممكن أنا أحول هذه الجملة إن القائد مثلاً بيقول شيء معين
فبقول القائد المشغول دائما فاشل، فكأن هذه جملة يقولها القائد، أوكي؟ لكن إذا قلت القائد المشغول دائما فاشل، فإيه هي خلاص صارت جملة ثانية تماما، أوكي؟ بعد ممكن تصير جملة ثالثة إذا أنا سويتها القائد المشغول دائما فاشل، لكن ما بيكون في فرق عود بينها وبين الجملة الثانية. الفرق الأكبر يبين ما بين القائد المشغول دائما فاشل والقائد المشغول دائما فاشل، الفرق الأكبر يبين ما بين هذين الجملتين، أوكي؟ بعد ننتقل إلى جملة ثانية. مثلا هذه الجمل أو هذه نوعية من الجمل ممكن تنقال لو تلاحظون في عناوين النشرات الأخبارية. هذه الجملة ممكن أنا أقراها: تدمير أجزاء من سوريا وبريطانيا على طاولة المفاوضات العالمية، أو تدمير أجزاء من سوريا وبريطانيا على طاولة المفاوضات العالمية. لاحظتوا الفرق في المعنى؟ المرة الأولى لما قلت تدمير أجزاء من سوريا وبريطانيا على طاولة المفاوضات العالمية، أوكي؟ صارت كأن هذه الجملة تدمير أجزاء من سوريا خبر، وبريطانيا على طاولة المفاوضات خبر ثاني، إن بريطانيا موجودة على طاولة المفاوضات. لكن في المرة الثانية تدمير أجزاء من سوريا وبريطانيا على طاولة المفاوضات العالمية، صاروا الاثنين كأنهم خبر واحد، وكنا صار تدمير أجزاء من سوريا وبريطانيا أيضا، أوكي؟ الثانية الدمار شمل سوريا وبريطانيا. فإذا هذه نقطة بعد وايد مهمة، نقطة الوقف شلون يأثر في المعنى. لاحظوا إيش كثر أشياء ممكن تؤثر في المعنى بشكل خطير جدا، إحنا ما يعني ما نتخيله إذا ما نتعمق فيه. الوقف، مكان الوقف، طبيعة الوقف إذا كان معلق أو تام ممكن يأثر في المعنى. النحو ممكن يأثر في المعنى، مخارج الحروف ممكن تأثر في المعنى، مواقع الضغط ممكن تأثر في المعنى. فتخيلوا كمية الأشياء اللي إحنا نتعامل معاها واللي هي حساسة جداً في المعاني اللي إحنا نوصلها. علشان كذي هذا الخطأ ما يصير فقط مثلاً في الأداء الاحترافي، هذه النوع من الأخطاء، هذه الأخطاء حتى تصير في حياتنا اليومية. ساعات إحنا وإحنا مو حاسين نضغط على كلمات معينة ما لازم نضغط عليها، ساعات مثلاً وإحنا مو حاسين نوقف عند أشياء لازم ما نوقف عندها، ساعات وإحنا مو بحاسين نستخدم نغمة في صوتنا أو طبقة في صوتنا لازم إحنا ما نستخدمها، فنوصل شعور معاكس للشعور اللي إحنا نبي نوصله حق الشخص المقابل. مثلاً إحنا نبي نتكلم مع أحد بودية، هو يفهمها إن أنا أتكلم معه بعدوانية. هذه أشياء يعني لها علاقة مباشرة بالصوت، ولها علاقة مباشرة بهذه الأخطاء الصغيرة اللي ممكن تصير في أدائنا الصوتي، واللي ممكن تروح للا وعي الشخص اللي قاعد يسمعني وتوصل له مشاعر معينة وأفكار معينة وتصورات معينة عن الشيء اللي أنا أقصده، ربما ما تكون صحيحة ولا تكون مطابقة للشيء اللي أنا أقصده. تمام؟ أوكي، نأخذ بريك الحين. خليفة يقول في التكريمات لابد من ذكر أسماء المكرمين بحيادية. فعلاً فعلاً هذه نقطة مهمة. ليش؟ لأن إذا أنا شددت أو ضغطت على اسم أحد معين فببين شني لي علاقة شخصية بهذا الشخص، أو قاعدة أميزه بشكل مجحف أو بشكل غير عادل عن بقية المكرمين. تمام؟ أنزين. تمام؟ حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا، موجودين؟ يلا اكتبوا لي شباب موجودين. أهلا وسهلا، منورينا أهل السلطنة، حياكم الله. أوكي، تمام.
ممتاز. إنزين، على نواصل إن شاء الله النقاط اللي بقيت لنا للمحاضرة عشان إن شاء الله نختم ساعة 2. ودي إن شاء الله يعني بعد قبل الختام أسمع منكم الفيدباك، أسمع منكم الجوانب اللي استفدتوها، لو كان عندكم أسئلة سريعة كذي ممكن نجاوبها، فإن شاء الله بحاول أخلص عشان يبقى لنا وقت قبل 2 بحيث إن إحنا يعني نستقبل مداخلاتكم وأسئلتكم. تمام؟ أوكي. في نقطة بعد أحب أتكلم عنها فيما يتعلق بالأداء الصوتي، بس بتكلم عنها بشكل سريع، الاحترافي تحديداً، وهي حقيقة أقرب إلى أن تكون وجهة نظر، وجهة نظر شخصية جداً، إن في بعض اللهجات إذا أنا بأدي بالفصحى تحديداً، بأدي ناس معين بالفصحى، بعض اللهجات العربية يمكن اللي تكون جداً محلية أو فيها ثقل معين يمكن تحتاج أني أحيدها، يعني ما أتخلص منها أو أتقمص لهجة ثانية، وإنما أحيد هذه اللهجة بحيث أنها تكون لهجة محايدة أكثر. فيما يتعلق بالأداء الفصيح تحديداً، أنا يعني حقيقة من أنصار هذه المدرسة، أن في الأداء الفصيح تحديداً جمال الفصحى يتضح أكثر إذا كانت اللهجة محايدة أكثر مما إذا كانت فصحى بس بلكنة محلية جداً. فهذه بعد نقطة، هي يعني تفضيل شخصي، ما في قاعدة تقول أن هذه صح وهذه غلط، طالما أن النطق سليم، المخارج سليمة، الرسالة قاعدة تصل بالشكل المناسب إلى الجمهور. ولكن هذه يعني مجرد تفضيل شخصي دائما أحب أتكلم فيه، أن النص الفصيح يفضل خصوصا في بعض اللهجات العربية اللي تكون جدا محلية أكثر أو فيها نوع من الثقل، أن تحيد الفصحى. يعني مثلا عندنا إحنا لهجاتنا البحرينية، لهجاتنا البحرينية فيها يعني نوع من الثقل، وتبين في حروف نفخمها وإحنا قاعدين نتحدث، يعني مثل ما أنا قاعد أفخم بعض الحروف الحين، بس لما أتكلم بالفصحى ما أنطق الحروف نفس ما أنطقها بالعامي، لا يعني أحاول أن أنا أكون محايدة بحيث يعني ما حد يعرف جنسيتي. وهذه الشيء اللي حين يقول عمار، أن أفضل تعليق صوتي هو التعليق اللي ما يقدر المستمع من خلاله يميز شنو هو أصل أو شنو جنسية المتحدث، من أي دولة عربية أبو. فمثلاً لا أقرأ مشغول دائما فاشل، أقرأها القائد مشغول دائما فاشل. يعني عرفت شلون؟ أن أنا مثلا في اللهجة البحرينية أفخم الألف بطبيعة الحال، بس في الأداء الصوتي أحاول أحيد هذه التفخيم، فأقولها القائد المشغول دائما فاشل بدل لا أقولها القائد المشغول دائما فاشل. هذه الفكرة. أوكي تمام، ننتقل حق النقطة اللي بعدها. الدال البحرينية صح، بعد هذه واحدة، يعني إحنا مثلاً عندنا حرف الدال في البحرين نقوله دا شذي يعني ثقيل، حرف الألف وايد مفخم، ف يعني حلو لو نقدر نحيد شوي، ما مثل ما قلت لكم ما يعني كأنه نتصنع أو نتقمص لهجة دولة ثانية أبداً، مجرد أنا أتكلم بطبيعتي، ولكن الحرف اللي أنا أحس أن أنا في لهجتي الطبيعية أقوله بطريقة نوعاً ما ثقيلة أو مفخمة بزيادة، أحاول أحيد هذه التفخيم، أخففها مثل الألف ومثل الدال في حالة اللهجة يعني أو اللهجة اللي أنا أتكلم فيها. أوكي، الحين ننتقل حق الإرشادات العامة لتحسين الأداء الصوتي. أنا ببتدي بالابتسام، الابتسام ثم الابتسام ثم الابتسام. الابتسامة هي أقصر جسر أو أقصر جواز عبور إلى قلوب الناس، هذا الشيء متعارف عليه وشيء الكل يعرفه، ولكن بالإضافة إلى أن الابتسامة تعطي إحساس بالألفة بيني وبين الشخص اللي أنا أكلمه سواء كان يشوف هذه الابتسامة أو لا، الابتسامة أيضاً تظهر في الصوت. يعني أنا إذا كنت مبتسمة حتى لو ما تشوفوني بعد تشعرون أن أنا مبتسمة من خلال صوتي فقط، الابتسامة تتضح في الصوت.
النقطة الثالثة اللي أيضا لها علاقة بالصوت إن الابتسامة تجمل الصوت. ليش الابتسامة تجمل الصوت؟ لأن لما أنا أبتسم معناته فتحة الفم، يعني كذي لما أتكلم وأنا مبتسمة نسبيا فتحة الفم تكون أكبر نسبيا من لما أتكلم وأنا متجهمة. هذه الطريقة فتحة الفم في هذه الحالة بتكون أكبر نسبيا، فبتسمح لعدد أكبر من الموجات الصوتية، لكثافة أكبر من الموجات الصوتية، لكمية أكبر من الهواء بالمرور عبر فتحة الفم إلى الخارج. فهذه معناته أن الصوت بيكون أقوى وأجمل. دائماً إذا كانت الموجات الصوتية قاعدة تطلع بكثافة أكبر فمعناته أن صوتي بيكون أقوى. إذا كان الهواء اللي يحمل هذه الموجات قاعد يطلع بكثافة أكبر معناته صوتي بيكون أقوى، مخارج حروفي بتكون أوضح، رنة صوتي بتكون أجمل، حتى صوتي ما بيكون فيه هزة أو خضة من اللي أحياناً تصير لما صوتي يكون تعبان مثلاً أو يكون فيني نقص في الأكسجين على سبيل المثال. لكن لما أكون أو لما فتحة الفم بالنسبة لي تكون أوسع فهي أكيد بتعطي مجال حق الصوت أنه يخرج بطريقة أوضح وأجمل. في نقطة مهمة أن في بعض الحالات المحددة، وهذا الشيء كلنا نعرفه أكيد بس لازم ننتبه له، بعض الحالات يمكن الابتسامة تكون استهانة حقيقة بمشاعر الآخرين، يعني ما تكون علامة مودة وإنما علامة استهانة. لما أنا أتكلم عن قتل، لما أتكلم عن موت، لما أتكلم عن حزن، لما أتكلم عن معاناة شخص معين، لا يجب أن أبتسم، لأن هذه الابتسامة في هذه السياق بتكون استهزاء بمعاناة الآخرين. فإحنا كأن نسوي خير، لكن هذا الخير يرتد علينا بارتداد عكسي من خلال الابتسامة. يعني الابتسامة في هذه الحالة تعطي شعور سيء جدا. لا يعقل أن مذيع مثلا يقرأ نشرة أخبار فيها أخبار انفجارات وقتل وضحايا وشهداء وهو يكون مبتسم، لكن فيما عدا ذلك معظم الحالات اللي هي الحالات الأخرى الابتسامة لابد أن هي تكون موجودة دائماً، جواز عبور إلى القلوب وكذلك جواز عبور حتى لصوتنا حقيقة، لأنه بتحسن الصوت وبتجمل الصوت. التنفس من البطن أو التنفس العميق، وهذه بعد من النقاط المهمة فيما يتعلق بالصوت. التنفس من البطن حقيقة أنا أسميه التنفس السحري، واللي يتعرف على هذا الشكل من أشكال التنفس يلاقي يعني مجموعة كبيرة من الفوائد تنعكس على أكثر من جانب في حياته، مو فقط جانب الصوت، مع أن جانب الصوت هي أحد أكبر الجوانب التي تتأثر إيجابياً بالتنفس الصحيح. ليش؟ لأن رد نكرر، الصوت يخرج بالهواء، والهواء هو الوسيط اللي ينقل لنا الصوت للعالم الخارجي، فلازم الهواء يصل إلينا بطريقة صح ويطلع من جهازنا التنفسي بطريقة صح علشان نقدر نوصل الصوت للآخرين بكفاءة. التنفس العميق أو التنفس من البطن باختصار هو كالآتي. عشان أنا أوضح لكم فكرة التنفس العميق أو التنفس من منطقة البطن لازم أقول لكم عن تكوين الرئة. الرئة مثل ما يمكن بعضكم أو معظمكم يعرفون، الرئة هي عبارة عن نسيج مطاطي، يعني نسيج يتمدد، هي مو شيء ثابت شذي وما يتسع وما يكبر ويصغر وما يتحرك أبداً. النسيج اللي تتألف من الرئة هو نسيج يتمدد، فمعناته إنه هو مثل البالون. البالونة أنا أقدر مثلاً أنفخها شوية تصير لي هالكبير وبس، وأربطها وأكتفي بهذه القدر، وأقدر أنفخها لما تصير لي هالكبر. ونفس الشيء الرئة، التنفس من البطن باختصار هو أن أنا أملي الرئة بحيث أن طاقتها الاستيعابية من الهواء تصل إلى سقفها، بحيث أن هذه الرئة تمتلئ بالهواء بأكبر قدر ممكن هي تقدر تتحمله، وبعدين تحت الرئة، طبعاً الرئة موجودة في هذه المنطقة، تحت الرئة في عندنا شيء بعد نسيج عبارة عن نسيج اسمه حجاب الحاجز. زين، الحجاب الحاجز هذه أيضاً نتيجة لانتفاخ الرئة
بينزل على تحت لأن الرئة قاعدة تنتفخ، فبيعطي مجال أيضاً أوسع للرئة أن هي تتمدد وتكبر، فبتأخذ أكبر قدر ممكن من الأكسجين. ومهم جداً أكيد نعرف، وهذا أعتقد أيضاً الكل يعرفه، أن الأكسجين هو العنصر الأساسي لكل العمليات الحيوية، هو العنصر اللي يضخه طبعاً عن طريق القلب، ينضخ إلى الدماغ، ومن خلال الدماغ يقدر يقوم بكل العمليات الحيوية في الجسم، ومن ضمنها أيضاً الصوت. من ضمنها أيضاً أن إحنا شلون تكون عندنا الطاقة والقوة الكافية أن إحنا نطلع أصواتنا للعالم. فإذاً كمية أكبر من الأكسجين في الجسم يعني كفاءة أكبر في كل العمليات الحيوية، يعني كفاءة أكبر حتى في طريقة أدائنا الصوتي. تمام؟ إنزين، شو اللي يصير عادة؟ اللي يصير لما مثلاً يقولون لنا اخذوا نفس، أوكي؟ الخطأ الشائع اللي يصير إنه إحنا ما نتبع تقنية التنفس العميق، فنترس البالونة هذه اللي هي الرئة اللي عندنا بطريقة يمكن يعني ندخل على أنفسنا فيها، يعني تنترس الرئة بهذه القدر مثلاً. زين، شنو دليلي؟ شلون أعرف إذا الرئة هي يعني عضو داخلي في الجسم؟ شلون أعرف أن الرئة امتلت بالهواء بشكل كامل؟ يعني خذت طاقتها الاستيعابية كاملة من الهواء. ببساطة ألاحظ شنو الجزئية اللي تتحرك في أثناء عملية الشهيق. يعني طبقوا معي الحين إذا تقدرون، أوكي؟ إذا أنا مثلاً خذت شهيق من الأنف، أوكي؟ من الأنف، وهذه المنطقة منطقة الصدر هي اللي تحركت على فوق، أوكي؟ هذه معناته أن أنا قاعدة أملي الرئة بطريقة خاطئة. ليش؟ لأن المنطقة العلوية من الرئة بس هي اللي قاعدة تملي بالهواء، الرئة ما قاعدة تمتلي إلى قاعها، وما قاعدة تدفع لي الحجاب الحاجز على تحت علشان بعد تأخذ مساحة أكبر وتتمدد بحيث أن هي تستوعب كمية أكبر من الهواء. فلو هذه المنطقة وأنا قاعدة أتنفس إيه هي اللي تحركت، معناته تنفسي خاطئ، معناته التنفس اللي أنا قاعدة أطبقه لما أخذ نفس هو تنفس سطحي مو بتنفس عميق. زين، شلون أعرف إن التنفس صار عميق؟ ببساطة أحط يدي على منطقة البطن هني، أوكي؟ خليني أرجع لكم مرة عشان تشوفون. أحط يدي على منطقة البطن هني، أوكي؟ وأبتدي أخذ نفس. هذه النفس ما يكون سريع قدر الإمكان، هذه الشهيق أو هذه النفس اللي أنا قاعدة أخذ يكون متدرج، بحيث أن أنا أعد على أصابعي 5 ثواني، أوكي؟ عشان خلال هالخمس ثواني أنا أخذ النفس، ما أخذه كذي مرة واحدة، هذه خطأ، أوكي؟ لازم أخذه بتدرج. والمنطقة اللي تنتفخ في جسمي هي هذه المنطقة، منطقة البطن، أوكي؟ لأن هذه المنطقة إذا انتفخت معناته الرئة قاعدة تتمدد على تحت وتدفع الحجاب الحاجز وتتمدد زيادة وتمتلي زيادة، أوكي؟ فالحين باخذ شهيق متدرج، أوكي؟ أنا الحين طلعت لكم الهواء علشان أشرح لكم. هذه المنطقة انتفخت، منطقة البطن انتفخت، وعقب ما تنتفخ وخلاص توصل حدها، بعدين أبتدي أنفخ هذه المنطقة، أوكي؟ يعني انتفخت هذه المنطقة وصلت حدها خلاص، بعدين أشفط هواء زيادة وأنفخ هذه، أوكي؟ لين انتفخ والمنطقتين خلاص وصلنا حدنا، شو نسوي؟ ما نطلع النفس، نحفس النفس بعد لمدة 5 ثواني، أوكي؟ يعني الحين فلنفترض أن أنا الحين خدت شهيق من الأنف 5 ثواني، أوكي؟ أحبس النفس لمدة 5 ثواني، أوكي؟ بعدين أبتدي أسوي زفير متدرج من الفم، الزفير من الفم والشهيق من الأنف، أبتدي أسوي زفير متدرج من الفم
مو بخمس ثواني، أطول عدد ممكن من الثواني أقدر عليه، يعني يكون متدرج بطريقة يعني رهيبة. أكثر تدرج ممكن أسوي أطبقه في الزفير، في عملية الزفير. أوكي، يمكن إحنا إذا كنا متعودين على مسألة التنفس هذه بشفطة، هذه اللي يهلون كذي نتنفس بهاي الطريقة، يكون عملية التدرج عندنا صعبة. فشلون ممكن نتدرج في الزفير تحديداً؟ لأن الزفير يحتاج أن أنا أكون متدرجة، حتى لو قدرت أوصل 20-30 ثانية بيكون ممتاز. في تقنيتين أو في فكرتين يساعدونا على عملية الزفير. أول تقنية اللي أنا شخصياً وايد أحب أستخدمها وتفيدني وجداً سهلة، أن أنا وأنا أسوي الزفير من عقب ما سويت الشهيق وأحب أستنفس، لما أسوي الزفير أضغط على أسناني، أوكي، أصك عليهم كذي، أوكي، وبعدين أبتدي أسوي الزفير بشكل خفيف جداً، فبيبتدي يطلع معاي حرف السين. حرف السين هذه تسمعونه شباب؟ أوكي؟ حرف السين هذه لازم يكون بصوت هامس جداً. أنا الحين قاعد أرفع لكم بس عشان تسمعونه، لكن هو يعني لازم بس أنا ونفسي نسمع، ما حد ثاني يسمع. ليش؟ لأن كل ما كان حرف السين هامس، كل ما كان الهواء اللي مر بين الأسنان في عملية الزفير كان أقل، معناته كل ما كان الزفير متدرج أكثر. فإذا حرف السين أو صوت حرف السين هذه هو المؤشر مالي، هو اللي يقول لي الحين الزفير مالي متدرج ولا سريع. إذا ارتفع حرف السين صار عالي صوت حرف السين، معناته الهواء قاعد يطلع بقوة عالية، معناته لا لازم أخفف، فأرجع مرة ثانية حرف السين حق مستوى الهمس كذي. بالكاد انه هو يسمع، بالكاد انه هو يسمع، فهذه المؤشر مالي ان حرف السين حرف السين ان الهواء قاعد يطلع بطريقه متدرجه وبالطريقه المناسبه اللي تخليني استفيد من هذه التمرين. اوكي، في طريقه ثانيه ان مثلا انا اخذ لحظه دقيقه، باخذ كلينكس، اوكي، شيء بهذه الطريقه، اوكي، باخذ كلينكس، مشكله احنا في هواء اي سي فبيخرب التمرين، الهواء الاي سي قاعد ينفع. اوكي، حلو، اوكي، احنا سكينا الاي سي بس قاعد انتظر الاي سي يتوقف تماما. اوكي، وفي تيار هواء المشكله، بس المهم ان انا باخذ الكلينكس وبسوي زفير بحيث ان الكلينكس شوية يتحرك. اوكي، هذه الحركة اذا الكلينكس وصل لهناك كذي، هذه الحركة معناته الزفير مالي ماشي على 120 على 160 بعد في الشارع. اوكي، فهذه خطأ. الكلينكس عشان اعرف ان الزفير مالي متدرج جدا وخفيف جدا وأدرب نفسي على هذه التدرج، الكلينكس لازم شوية بس يتحرك، شوية بس يرتفع عن وضعيته. بهذه الطريقة، تمام؟ هذه التمرين، موضوع الكلينكس تحديدا، ممكن استفيد منه واتمرن على موضوع الزفير المتدرج علشان اقدر في التنفس العميق اطبق التنفس العميق بطريقه صحيحه. في اكثر من تقنيه حق التدريب على الزفير المتدرج. الاخ عمر يقول أنفخ هواء على نار الشمعة بدون ما تنطفي، بعد إذا انطفت الشمعة معناته زفيري بيكون سريع جداً، وإذا ما انطفت يعني زفيري فعلاً متدرج. فإذا في أكثر من طريقة، ممكن حتى تطبقونه على ورقة بدال الكلينكس، بس أنا أحس الكلينكس أفضل لأن الكلينكس ألين يعني في الحركة. ف
ففي أكثر من طريقة. حرف السين هذه أنا ما أستغني عنه دائما لأن أسوي تنفس عميق دائما أستخدم موضوع حرف السين تحديدا. تمام؟ فإذا مرة ثانية أرد أذكركم التنفس العميق علشان أستدل على أن الرئة امتلأت بالكامل بالهواء وحركت الحجاب الحاجز وانتفخت وخذت طاقتها الاستيعابية من الهواء في المنطقة اللي لازم تتحرك أثناء عملية الشهيق تكون هي منطقة البطن، هي اللي لازم تنتفخ في البداية عشان أعرف أن الرئة قاعدة تنترس بالهواء. أوكي؟ النقطة الثانية، الشهيق يكون من الأنف فقط، الشهيق يكون من الأنف فقط. النقطة الثالثة، الشهيق يكون متدرج 5 ثواني، 5 ثواني أنا عندي أملي هذه المنطقة كاملة بالهواء. النقطة الرابعة، أحبس النفس لمدة 5 ثواني أيضا، يعني مو على طول شهيق وبعد زفير، لازم أحبس النفس لعدد معين من الثواني. أوكي؟ وعقبة أبتدي أسوي زفير متدرج 5 ثواني، 10 ثواني، 15 ثانية، بالتدرج اللي أقدر عليه، بالتدرج اللي أقدر عليه، وأحاول أعود نفسي على التدرج من خلال حركة السين هذه، إن أنا أصر على أسناني وأنا أسوي عملية الزفير، فيطلع حرف السين بصوت هامس. كل ما ارتفع حرف السين معناته زفيري سريع، معناته لازم أرجع أنزل حرف السين، أو بالاستعانة بالمحارم الورقية أو بالكلينكس، بحيث إن الكلينكس ما يرتفع وايد، لأن إذا ارتفع وايد معناته قوة الدفع أو قوة الزفير عالية جدا. والنقطة المهمة أن الزفير يكون من الفم، فإذا شهيق من الأنف زفير من الفم. أوكي؟ هذه العملية ما تصير 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، لا، هذه العملية هي عبارة عن تدريب لازم نسويه كذا مرة في اليوم، مو فقط قبل التسجيل. نحاول أن احنا ندخله في اللايف ستايل، نحاول أن احنا ندخله في برنامج الحياة اليومية، لأن هذه العملية وايد بتساعدنا على تقوية النفس. الناس اللي عندهم مشاكل في النفس، الناس اللي عندهم بالتالي مشاكل في قوة الصوت لأن نفسهم ضعيف، الناس اللي عندهم مشاكل أنهم يقطعون وايد لأن ما عندهم قدرة يوصلون جملة كاملة بسبب ضعف النفس، الناس اللي عندهم حتى مشكلة في بعض مخارج الحروف أو في الطلاقة في الكلام أيضا بسبب ضعف النفس، كلهم بيستفيدون من هذه التمرين، ولكن مو استفادة فورية. غالبا الاستفادة ما تكون فورية جدا، سريعة جدا. الاستفادة تكون بإدخال هذه التمرين في اللايف ستايل، بمعنى أن أنا على الأقل 2-3 مرات في اليوم أسوي هاي التمرين، 3 مرات شهيق حبس نفس زفير، 3 مرات أكررها 3 مرات، وبعدين أوقف فترة كذي ساعة ساعتين 3 ساعات أرجع أسوي مرة ثانية. وفكرة هذه التمرين هي نفس فكرة الألعاب الرياضية في الجيم. أساساً فكرة تطوير الصوت هي نفس فكرة تطوير الجسد، يعني تطوير اللياقة البدنية في الجيم. أنا إذا رحت الجيم اليوم ولعبت رياضة، النتيجة ما بتظهر علي بشكل فوري، لكن بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور، بعد فترة زمنية معينة، وابتدي ألمس النتائج التراكمية على لياقتي. نفس الشيء، كل هذه الأمور يمكن نتائجها ما تظهر فورياً، لكن بابتدي ألمس نتائجها التراكمية علي عقب فترة من الزمن من الالتزام بهذه التمارين. في فائدة ثانية حق موضوع التنفس العميق حقيقةً، حين أخذت أنيسة بعد كاتبة هاي الشيء، إن هذه التقنية يستخدمونها حتى في اليوغا، يستخدمونها في التأمل، يستخدمونها حتى الرياضيين بعضهم. ليش؟ لأن تقنية التنفس العميق تساعد جداً على الاسترخاء حقيقةً، تساعد جداً على التخلص من التوتر والقلق وكل الأفكار السلبية، جداً جداً. يعني حتى المعالجين النفسيين أيضاً يقومون بتعليم مرضاهم أو مراجعينهم، يقومون أيضاً بتعليمهم تقنية التنفس العميق. ليش؟ لأن إذا كان فيني شحنة من المشاعر السلبية مثلاً غضب، قلق، توتر، خوف، قلة ثقة بالنفس، هذه التنفس يساعد الجسم على الاسترخاء، يوصل أكسجين أكثر للدماغ، يخليني بالتالي في حالة نفسية أفضل. وهاي الشيء بتلاحظونه حتى عقب ما تسوون التمرين، عقب ما تسوون التمرين بتحسون أنكم في حالة استرخاء وفي حالة ارتياح حقيقة. فهذه التمرين جدا مفيد للاسترخاء، وما يخفى عليكم أكيد أن الحالة النفسية أيضا تؤثر على الصوت.
الحالة النفسية جدا تؤثر على الصوت. يعني إذا أنا مثلا كنت مضايقة، إذا أنا كنت مثلا أشعر بقلة ثقة أو أشعر برهبة الموقف، وهذا الشيء يصير أكيد، يعني خصوصا لما الواحد يتكلم قدام جمهور أو لما يتكلم قدام كاميرا أو قدام ميكروفون يشعر بالرهبة. إذا أنا كنت أشعر بالقلق والتوتر لأي سبب من الأسباب، إذا كنت أشعر بالغضب على سبيل المثال، ممكن على طول أطبق هذه التقنية وبتساعدني بشكل كبير في التخلص من المشاعر السلبية، فبتنعكس على صوتي بشكل مباشر وبتنعكس على نفسيتي أيضا بشكل مباشر. فإذا تقنية التنفس العميق لازم أحس تكون جزء من حياتكم بشكل أو بآخر علشان تحصلون كل هذه الفوائد الجميلة اللي ممكن تحصلونها منها. تمام؟ أوكي. ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة هي نقطة بعد وايد مهمة، وتساعد جدا في تقوية أداء الجهاز التنفسي، تساعد على أن الرئة تقدر مع مرور الوقت تستوعب كمية أكبر من الهواء، فبالتالي تحصلون كمية أكبر من الأكسجين، بالتالي تقدرون حتى تحبسون نفسكم لمدة زمنية أطول. وحقيقة أفضل الرياضات على الإطلاق فيما يتعلق بهذه الشق بالتحديد اللي هو يتعلق بالتنفس، لأنه هو له تأثير مباشر على الأداء الصوتي، رياضة السباحة. السباحة جدا 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 مفيدة، والغوص جدا 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 مفيد، لأنه هو بيساعد على زيادة قدرتي على حبس النفس، زيادة قدرتي على اختزان كمية معينة من الهواء والاستفادة منها بشكل متدرج، مو أنه أنا أخسرها كذي مرة واحدة وخلصها على جملة أو جملتين أو يعني كم من ثانية بس أحبس فيهم النفس. فالسباحة هي من أفضل الرياضات، والرياضة بشكل عام وايد مفيدة لتقوية الأداء الصوتي، لأنها مثل ما قلنا يعني تحسن من أداء الجهاز التنفسي. النوم. النوم المنتظم والكافي يؤثر على الصوت بشكل ما تتخيلونه. أنا يعني جربت هذا الشيء حقيقة، ويعني اختبرته اختبار حقيقي، لأن عندي أحياناً يكون برنامج الصبح، فلما ما أكون نايمة، خصوصاً لما أكون صاير لي شيء من يوم نومي غير منتظم، على طول صوتي يكون فيه حشرجة، يكون رايح، يكون ذبلان، يكون تعبان. النوم مهم جدا جدا. النوم يعني فترة ذهبية لتجديد الخلايا في الجسم وتجديد كل شيء، والنوم كذلك فترة يتخلص فيها الجسم من الفائض، من ثاني أكسيد الكربون، ويختزن كمية أكبر من الأكسجين. فمن شذي الجسم لما يقوم الإنسان من نومه، إذا كان نوم جيد حقيقة ولساعات كافية، يقوم الإنسان من نومه وهو مصحصح. فإذا الإنسان ما خضع لهذه العملية، عملية التجديد هذه، شيء طبيعي أنه بتأثر على كل عمليات الحيوية بما فيها طبعاً، بتأثر على أداء الصوتي بشكل مباشر. بعدين عندنا شيء اسمه تمرين القلم. أوكي، أعتقد أن في ناس فيكم تعرف هذه التمرين، تمرين سحري. أنا بالنسبة لي ما أستغني عنه قبل أي تسجيل، لأن هذه التمرين يعني من التمارين القليلة اللي يبين أثرها فورياً، يبين أثرها مباشرة على الصوت وعلى مخارج الحروف وعلى انسيابية الأداء الصوتي. تمرين القلم باختصار هو شنو؟ خلوا أخذ لكم قلم. أوكي. تمرين القلم باختصار إنه أنا أخذ قلم أو عود، مثلاً يعني عود أكل مثلاً على سبيل المثال، أخذ هاي القلم وأحطه في هاي المنطقة. أوكي، هاي المنطقة أوقفة عند منطقة الفكين هني. أوكي تمام. وعندي مثلاً الحين نص معين، أي نص، حتى لو أنا مثلاً كنت أطالع في محاضرة، يعني أنا ما بقرأ نص، ممكن أسوي هاي التمرين. أخذ أي نص قدامي وأبتدي أقرأ هذا النص والقلم موجود. أيود القلم أنا، يعني هذه طريقتي، في ناس يصكون على القلم بأسنانهم بس أنا أحب هاي الطريقة. أيود القلم بيدي، أوكي،
وأبطلوا أضوا. لاحظوا إن طبعاً يعني هاي مجرد تمرين، فأنتوا بتضحكون على روحكم الأصوات الغريبة اللي بتطلع، فعادي جداً طبيعي، ويعني تصالحوا مع الموضوع ولا تسوون هاي التمرين قدام أحد. أوكي، حتى إذا بتسوونه قدام أحد عادي، لأنه هو مجرد تمرين ونتائجه سحرية. فحط القلم في هاي المنطقة وابتدي أقرأ. وهي علمنا هذا العلم ونحن فيه من الفهم. أوكي، وواصل القراءة بهذه الطريقة. هذه التمرين باختصار شنو يسوي؟ هذه التمرين يمرن الفك أو يحط الفك في موقف إنه قدامه عائق، وهذه العائق هو القلم. أوكي، فلما الفك يشعر إن في عائق قاعد يمنع حركته أو قاعد يقيد حركته، الفك يقوم كأنه يبذل مجهود إضافي علشان يتحرك بمرونة عشان يقاوم هذه العائق. أوكي، فلما أنا استمر في ممارسة هذه التمرين لمدة دقيقتين 3 دقائق، بعدين أشيل القلم، أتفاجأ إن فكي قاعد يتحرك بطريقة انسيابية عجيبة. يعني تحسون كأنه قاعد يلعب ماراثون أو كأنه قاعد يلعب سباق، تحسون انسيابية رهيبة في أداء الفك، فيصير صوتكم حتى واضح جداً، واللي عنده مشاكل بسيطة في مخارج الحروف يحس إن في تحسن فوري في مخارج الحروف. وأنا هاي الشيء شفته بعيني، لأن مرة سويت هذه التمرين حق صديقتي، هي كانت عندها مشكلة بسيطة في حرف الراء. سوينا هذه التمرين مع بعض وسجلنا، طبعاً سجلنا نص قبل التمرين عشان نقارن. سوينا هذه التمرين مع بعض، ومن عقب هذه التمرين سجلنا نفس النص، فتفاجأنا أنا وهي أن حرف الراء عندها اللي كان عندها مشكلة أزلية فيه، حرف الراء عندها تحسن وايد فورياً بس من هذه التمرين. طبعاً ما صار بيرفكت، لكن في تحسن ملحوظ كان في المخرج، مخرج الحرف. أوكي، فهذه التمرين جداً مهم، يمرن الفك. الناس اللي عندهم مشكلة الانسيابية يتلعثمون وايد، يحسون أن أداء الفك عندهم مبمرن. الناس اللي عندهم مشكلة في نقاوة الصوت، الناس اللي عندهم مشكلة في نقاوة مخارج الحروف، الناس اللي عندهم مشكلة أن بعض المخارج يمكن يكون فيها مشاكل، الناس حتى اللي عندهم مشكلة في النفس، هذه التمرين وايد يساعد. يعني أنا من تجربتي الشخصية من أكثر التمارين اللي ساعدتني في موضوع التنفس. واحدة بعد من التمارين اللي ممكن تساعدكم في موضوع التلعثم وفي موضوع مخارج الحروف، إذا في مثلاً حروف معينة إذايات وراء بعض تخليكم تتلعثمون أو ما تقدرون تلفظونها بشكل صحيح، عندكم الأمثال الشعبية اللي فيها حروف متشابهة، مثل خوش 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 خميس، حوش خميس خوش حوش. أنا من الحين خربت حوش خميس خوش حوش، هاي 5 مرات، هذه اللي كانوا يقربلون فيها وإحنا يهال، بطتنا بطت بطن بطتكم، هذه الأشياء. هذه نوعية الأمثلة دي اللي فيها شيء، هاي الترك اللي فيها هذه الصعوبة في موضوع الحروف، ترديدها بشكل سريع وايد بيساعد على مرونة وانسيابية أداء الفك، وبيساعد خيط خيط حرير على خيط خليل على خيط خليل. هذه أنا ما أعرف أقولها. أوكي، هذه الأمثلة أو هذه الأمثال، عفواً الأمثال الشعبية، هذه أياً كانت، بس اللي فيها هذه الحروف المتكررة المتشابهة الصعبة، إذا رددناها وايد وايد بتساعدنا على موضوع انسيابية مخارج الحروف. إن إذا كان في عدد معين من الحروف كذي وراء بعض صعبين علينا، نحن نتفادى هاي المشكلة وما نتلعثم. تمام؟ فهذه أيضا من التمارين اللي جدا جدا مفيدة وبتطور من أدائكم الصوتي بشكل كامل. إنزين شباب، إحنا وصلنا إلى الختام. حقيقة يعني أنا جدا سعيدة كنت معاكم، هذه الساعات مرت بسرعة بالنسبة لي، وأتمنى أنكم استمتعتوا فيها، أتمنى أن هي مرت بسرعة عليكم، أتمنى أنكم استفدتوا وهذه الأهم، أتمنى أن هذه المعلومات كانت بالنسبة لكم نقطة تحول بشكل أو بآخر، أو حتى لو معلومة واحدة استفدتوا منها من خلال هذه الورشة، أو هذه عفواً مو الورشة، هذه المحاضرة، كون أنه ما فيها تدريب. أتمنى أن فعلاً
هذه المحاضرة تكون بالنسبة لنا جميعاً نقطة انطلاق في أداء صوتي أفضل، مو فقط على الصعيد المهني، وأنا دائماً أحب أكرر هذه النقطة، وإنما حتى على الصعيد الشخصي، حتى في حياتنا الشخصية لا بد أن احنا نركز على أصواتنا، لأن أصواتنا لها دور كبير جداً في نجاحنا على الصعيد الشخصي والاجتماعي قبل ما يكون على الصعيد المهني. بس قبل ما نختم، إذا ما عليكم أمر، أبي أخذ مداخلة أو مداخلتين أو ماكسيمم 3 مداخلات. حابة أسمع منكم الاستفادة اللي حصلتوها من هذه المحاضرة، وخطواتكم المقبلة، شنو في بالكم تسوون، شنو حابين تسوون، شنو تخططون لأجله فيما يتعلق بالأداء الصوتي. فاللي حاب أنه يتكلم بس يطق ريس هاند، وإن شاء الله محمد الوردي. تفضل تفضل أخوي محمد، كلمة عن ميوت بليز. أوكي، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا أخوي محمد. أستاذة مريم، شلونك؟ الله يسلمك، حياك الله، خير، تفضل. طبعاً أنا كتبت لك أمس في تويتر أني ما كنت يعني ما كنت أقدر أحضر الورشة بسبب أن العدد كان مكتمل يوم أمس، وعلى كثر ما تحسرت يعني أني ما حضرت يوم أمس، على كثر ما استأنست اليوم لأني استفدت على الصعيد الشخصي على الصعيد المهني. طبعاً كنت حابة أقول أن يعني كل ما كانت الدورة مثل هاي الدورات تكون عملية أكثر، براكتيكال، وفيها يعني أشياء نمارسها وتدريبات نسويها، كل ما إحنا قدرنا إن إحنا فعلاً الاستفادة يعني مو من الجانب النظري بالنسبة لي شخصياً، بل بالنسبة من الأشياء العملية اللي قاعدة تقولينها واللي قلتيها في المحاضرة. هاي الشغلة. الشغلة الثانية طبعاً يعني اليوم كانت كمية التدريبات والتكنيكس اللي قلتيهم كانوا جداً مفيدين. حتى على الصعيد المهني أنا عندي يعني مداخلة بسيطة، شيء بسيط. ساعات في الإلقاء، ساعات في الإلقاء نكون يعني أمام جمهور، وساعات يكون النص يعني معد مسبقاً يكون باللغة العربية الفصحى، بعدين نتفاجأ أن الشريحة مالت الحضور مثلاً خلينا نقول كبار في السن أو أطفال، ما يفهمون اللغة العربية الفصحى اللي إحنا قاعدين نتكلم فيها. شلون الشخص، وهاي ممكن نسبب رابكة، والرابكة احنا نعرف مهمة، يعني العامل النفسي مثل ما قلتي مهم جدا للصوت. صحيح. احنا شلون نقدر نتفادى هاي الوضع؟ يعني احنا لازم بتفاعل الجمهور ويانا مثلا حتى لو كان عن بعد، فشلون نقدر نتفادى ان احنا نكون مجهزين نفس مثلا بلغة عربية فصحى؟ شلون نقدر نتفادى هاي الشيء من دون ما الجمهور يحس ان احنا مرتبكين او ما قاعدين يفهمون؟ شلون نوصل لهم يعني النص او الشيء اللي قاعدين نلقيه بشكل يعني مفهوم؟ النص كان عندك موجود مسبقا او في امكانيه يكون عندك موجود مسبقا؟ معاد مسبقا، اي مسبقا، وهو كان بلغه عربيه فصحى، بس انه يعني أوكي. واستلمت من قبل؟ اي، وتدربت عليها اصلا، فرحت وتفاجأت انه مثلا الجمهور كانوا كبار في السن ومو فاهمين اللغه العربيه. تمام، شلون اتفادى هاي الشيء بشكل سريع؟ اوكي، ممكن مثلا تاخذ رؤوس اقلام سريعه جدا من النص وتحوله حق يعني خطاب من القلب باللغه العاميه بشكل سريع. يعني انت الحمد لله احنا كلنا يعني عندنا نوع من الطلاقه في اللغه العاميه، كون ان هي هذه اللغه اللي احنا نستخدمها في تعاملاتنا اليوميه بشكل يومي، فما يعني وايد او اغلبنا يمكن ما يواجه صعوبه في هذا الجانب. فممكن فقط تمر مرور سريع على الكلمه اللي قراتها، وبما انك محضر من قبل وقاريها من قبل، فبيكون هذا الشيء سريع جدا بالنسبه لك، ما بيكون يعني ما بياخذ وقت منك. تاخذ بس اهم رؤوس الاقلام وعلى طول تحولها الى العاميه، لان وصولك للفئه المستهدفه وايد مهم. احنا دائما نصمم الرساله بناء على الفئه المستهدفه. من هي الفئة المستهدفة؟ بناءً عليها نصمم لغة الرسالة ومحتوى الرسالة. فيعني مثل ما تفضلت، يمكن اللغة الفصحى بكلمات يمكن معقدة، يمكن ما تصل إلى قلوب هذه الجمهور، وإنما اللغة البحرينية، الكلمات الشعبية، كلماتنا الجميلة اللي نستخدمها في القرى والمدن والفرجان، هي اللي بتصل إلى القلب أكثر. فهذه الفكرة ممكن تسويها بكذي على عجالة 5 دقائق وانت خالص ان شاء الله. شكرا يا استاذه مريم، وجدا مستمتعين وياك يعني في المحاضره كنا.
يعطيك ألف عافية وشكراً أنا والله استمتعت معاكم أكثر وممتنة جداً لكم. شكراً أخوي محمد. شكراً. مع السلامة. مع السلامة. تمام. نأخذ بعد مداخلة ثانية. إذا في أحد حاب أنه يتداخل حاب بس أعرف إذا شو اسمه حاب أعرف شنو المعلومات اللي فعلاً فادتكم على الصعيد الشخصي في هذه المحاضرة. ملاك تفضلي. ملاك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صراحة يعني هاي المحاضرة أضافت لي الكثير لأني شغوفة جداً 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 في تعليق الصوتي أو حتى في الإذاعة، يعني كنت في المدرسة دائماً أحب هاي الشيء، فشكراً يعني على الإلهام اللي عطيتينا إياه وعلى الطاقة اللي عطيتينا إياه وحتى التمارين التنفس اللي عطيتينا إياه. يعني فعلاً أنا دائماً لما أسجل صوت أكون ينقطع صوتي أو أكون مرة واحدة أحس أوقف في وسط الكلام فشي يوترني، وبعد أحس يوتر الناس اللي قاعدين يسمعون. نقطة ثانية، الوقف، صراحة نقطة الوقف كانت جدا جميلة لأني يعني ما كنت مركزة فيها، بس لاحظت جدا أنه يعني حتى مثلا في قراءة القرآن، يعني حتى أنا كنت قبل أدرس تجويد فكانوا يعطونا مثلا في التجويد نهاية الكلام نختم الجملة بنزل الريت مال الصوت مالنا، يعني قوة الصوت تقل نفس ما قلتين. فجدا يعني واجد استفدت من الكلام، حتى الابتسامة لاحظت انه يعني صح كلام الانسان لما يسمع شخص يحس انه هو قاعد يبتسم. يعني حتى كنت ضيفة واحدة يعني كانت هي تصور مقاطع حق طبخ، يعني حتى كانوا اللي تحت يكتبون حقها في الكومنتس انه دائما صوتش في سعادة، يعني او انه دائما مبتسمة يبين وانتي تتكلمين. فهاي فعلا نقطة حلوة يعني في التعليق الصوتي. جميل جميل، شكرا ملاك، وان شاء الله من هالأعلى ان شاء الله وتحققين كل اللي تتمنينه في مجال التعليق الصوتي في كل المجالات ان شاء الله. شكرا ملاك. شرفت. الله يعافيك حبيبتي. الله يسلمك. بعد ناخذ مداخلة ثانية قبل ما نختم، آخر مداخلة بس عشان ما نطول عليكم. أعتقد الأخت ميساء أو مويسة، ميساء أعتقد صح؟ أيوة ميساء. ميساء؟ أيوة ميساء. تفضلي. يا هلا بكم. طبعاً أنا من أهل عمان وتشرفت جداً أني أدخل معاكم أهل البحرين. بالنسبة لدورك الثالث، طبعاً الدورة كانت جداً جداً ممتازة ورائعة. بالنسبة لي أنا في بداية التعليق الصوتي أنا يعني ميساء؟ حتى ميساء؟ ميساء؟ نعم؟ صوتك مو بواضح عندنا، مشكلة عندك في الصوت؟ يقطع الصوت. الإنترنت ضعيف. ميساء؟ نعم الحين كيف؟ الحين أعتقد أحسن. تمام. أبدي الحين توزيع واضح؟ الحين أوضح. الحين أوضح أعتقد. إيه تفضلي ميساء وحيا الله أهل عمان منورينا. أنا بالنسبة لي كبداية في التعليق الصوتي أضفت لي واجد كثير. يعني أول شيء اللي هو بالنسبة لي التنفس، كان عندي مشكلة في التنفس أثناء تسجيل المقاطع الصوتية، يظهر اللي هو أني أنا خضيت نفس في المكان الفلاني. كذلك بالنسبة إلى مواقع اللي هي مواضع الوقف، يعني ما عندي أبداً خبرة في مواضع الوقف أنه وين يكون أوقف أو الوقف المناسب وين أحب يكون أني أوقف. كذلك اللي هم المهارات اللي هو تحسين الأداء الصوتي واجد أضاف لي يعني، وجداً ممتنة أني دخلت معاكم هذه الدورة. شكراً لكم. شكراً ميساء وشرفتينا بوجودك، والحمد لله. أهم شيء بالنسبة لي حقيقة أن كل شخص فيكم موجود أنه هو استفاد له معلومة واحدة، وأنه هو شعر بالإلهام فيما يتعلق بالصوت الخاص. هذه النقطة يعني بالنسبة لي كانت وايد مهمة، أن شلون الشخص ممكن
تكون هذه المحطة بالنسبة له محطة تحول حقيقي في رؤيته أو في إدراكه لأهمية صوته الخاص في حياته ونظرته للصوت بشكل عام. فإذا تحقق هذه الهدف أنا بكون أكثر من سعيدة. شرفت فيكم جميعاً، شكراً لك ميساء وشكراً للجميع، شكراً لكل الحضور وشكراً حتى للناس اللي كانوا متابعين على لايف انستغرام. طبعاً هذه الدورة أو هذه المحاضرة، لأن هي مو دورة، مو كان فيها تدريب مع الأسف، هذه المحاضرة إن شاء الله بتكون مسجلة، بتكون منقولة بإذن الله قريباً على قناة وزارة شؤون الإعلام في يوتيوب إن شاء الله بتنزل. الأمانة ما أعرف متى الموعد، لكن هي بتنزل قريباً وبعلن إن شاء الله أنا بعد، والإخوان في وزارة شؤون الإعلام بعد إن شاء الله بيعلنون عن هذا الشيء. فأتمنى أن أكبر قدر ممكن من الناس يستفيد من هذه المعلومات ويطورها ويحولها إلى جهد عملي، خلينا نقول، فيما يتعلق بتطوير صوت الخاص. ولا ننسى دائماً أن أصواتنا حلوة وأصواتنا الحقيقية تمتلك قدرات مدفونة، إحنا لازم نستخرجها، لازم نتعب عشان ندور عليها ونستخرجها ونطلعها للآخرين، لأنها بتكون جسر إلى نجاحات أكبر وأكبر في حياتنا المهنية وحياتنا الشخصية والاجتماعية أيضاً. شكراً لكم. في أعتقد رابط تقييم حق هذه المحاضرة بيوصلكم، فأتمنى أنكم تقيمون هذه المحاضرة عشان حتى أنا أقدر أستفيد من تقييمكم. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله قريباً. مع السلامة.